صباح الورد وصباح الهنا وصباح سنة جديدة يا رب، وتبقى علينا خير وهنا وسعادة وانتصارات وعلى النادي الأهلي وعلى منتخب مصر وعلى كل الناس الحلوة وكل الناس اللي بتسعى يا رب في الدنيا، كل الناس تحقق أمنياتها وتبقى أحسن، كل سنة نبقى أحسن من اللي قبلها. عودة بعد غياب تقريبا كان أسبوعين، نعود لحضراتكم مرة تانية أولى حلقاتنا في السنة الجديدة وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الهنا يا كريم. صباح الفل عليكي والحمد لله على السلامة. وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، ونزود كمان على صباح الخيرات والنفحات والبركات صباح النصر باعتبار مكان. ايوه، لان في كذا نصر عدى علينا. صحيح. لا بس سيبك انت، اكيد التواجد في استاد محمد بن زايد كان قصة تانية. مليان ذكريات لطيفه. قصه ثانيه بقى يا كريم. بص احنا كنا، انا فاكره انا وانت قبل السفر تقريبا كان ب 10 ايام كنا بنقول انا وكريم على الهوا يا رب نقدر ان احنا نكون موجودين يعني مع الفريق ان شاء الله، ونحضر المباراه ونشوف التتويج كمان للنادي الاهلي، وكنا واثقين ان ده هيحصل بشكل كبير. انا قدرت ان انا اسافر، كريم كان المفروض برضه هيسافر بس لظروف يعني ما قدرش ان هو يبقى معانا. بس عايز اقول لك كالعاده الاجواء رائعه، تحس ان انت في اي بلد بتسافرها والله، حتى لو دول اوروبيه مش بس دول عربيه، ان انت في مصر. ده بتكلم على منطقه الاستاد تحديدا، الاهلاويه مش طبيعيين كعدد بجد. استاد القاهره صحيح اجواء جميلة طبعا. قابلنا بقى كل الزملاء العالمين كتير جدا زملاء لينا، وقابلنا مجلس الإدارة، أعضاء من مجلس الإدارة. كانت أجواء جميلة، كان في برضو ناس كتير نعرفها موجودين في الاستاد، يعني كله كان حريص. حتى الناس اللي رايحة أجازة عشان رأس السنة والكريسماس يقضوها في دبي تحديدا، حرصوا أن هم يكونوا متواجدين كمان في أبو ظبي عشان يتابعوا المباراة والسوبر المصري. والتتويج للنادي الأهلي كان أكثر من رائع، ولو أن المباراة خلينا نتكلم بصراحه شويه، لا المباراه كانت غريبه يعني. انت يا ستي انها انتهت بسعاده بغض النظر عن التفاصيل. طبعا بس التوتر يا كريم جوه الاستاد اخر لحظه غير تماما وانت قاعد في بيتك يعني ورا الشاشه. لا موضوع تاني. انت قاعد كل شويه تقول يا رب طب خلاص، ما المباراه اتضمنت. اول شوط كانت لقيت الكيرف بينعكس، بعد كده ابتدى التوتر يظهر، بعد كده ابتديت تهدى بقى لما الحمد لله حققت الفوز. فيعني على كل حال انا برضو ما بحبش المكسب السريع والمكسب السهل. انا كنت مبسوطه جدا بالاجواء بتاعه المباراه، لكن كنا كلنا اكيد على اعصابنا، بس الفرحه كانت حلوه والتتويج كان جميل جدا واللعيبه كانت جميله ومودست كان جميل يعني في كلام كتير طبعا. ده انا ومليون واحد غيري فرحوا فرحه عريضه. والله. وبعدين ايه اول ما الجول جه وبعد كده الحكم عرف على الراي، مين اللي جاب الجول؟ هارت اتاك بقى، هارت اتاك والله. بس الحمد لله ربنا فرجها من واسع. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. والمناسبة طبعا لازم نتوجه بالتهنئة لكل إخواتنا وحبايبنا وأصدقائنا وإخواتنا من أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. وإن كانت للأمانة يعني النوع ده من الأحداث والمناسبات الدينية إحنا بنهني من خلاله بعض كمصريين طبعًا بشكل عام. طبعا نهني نفسنا. يعني أنت عارفة كتير جدا مننا متربيين، وبالذات الأجيال الأقدم نسبيا، متربيين في عمارات في المناسبات الدينية المختلفة مستحيل تقدر تفرق بين شقة مصطفى وشقة مرقص. يعني الفرحة واحدة. وطبعا السيد المسيح عليه السلام ليه قدر عظيم في قلوب كل المسلمين. فكل سنة وكل حضراتكم طيبين. عايزين نعرفكم ان كالعادة في حلقتنا النهاردة وتحديدا في الساعة الثانية هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الأولى هنتكلم فيها عن استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية، بيستعدوا بقى ازاي لبارالمبياد باريس 2024. وهيكون منورنا الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وهنتكلم طبعا في كل هذه التفاصيل خلال هذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فهي كروية بحتة، هنتكلم فيها طبعا باستفاضة عن منتخب مصر والاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، وهتكون مع الناقد الرياضي الأستاذ كريم سعيد اللي دايما بنسعد وبنتشرف بوجوده معانا في 10 الصبح في الأهلي. هنبدأ تاني وهنقول في أمنيات السنة الجديدة، بس على مستوى بقى كرة القدم أنا أتمنى يا كريم على مستوى المنتخب إن شاء الله إحنا نفوز بكأس أمم إفريقيا. عندنا لسه يعني خلينا نقول كده البداية لسه دلوقتي بنشهدها. كل التوفيق بإذن الله. الفترة اللي جاية أكيد صعبة، لكن في أجواء كتيرة جدا عجبتني، وتحس إن الروح موجودة جدا للمنتخب. عادت مرة تانية الروح اللي كنا بندور عليها، كان بقالنا كام سنة بندور يا جماعة روح المنتخب فين؟ لا بجد ابتدينا نشوفها شوية. احيانا كنا بندور على المنتخب نفسه. لا احنا مش احيانا، احنا على طول بندور على المنتخب الحقيقة. بس الاجواء سو فار او حتى هذه اللحظة والمشاهد اللي احنا شاهدناها امبارح هنتكلم طبعا بالتفصيل كمان عليها، والتعليقات والتصريحات الخاصة بيه كمان النجوم بتوعنا وبمحمد صلاح وبغيره، تحس ان في كده رغبة وهدف عندهم اللي هو انا مش داخل ادي وخلاص، انا مش داخل اتواجد وخلاص، انا داخل عشان هدف معين. زيارة السيد الرئيس اللي هنتكلم فيها برضو اللي لازم نتكلم فيها بتفصيل
كبير ليها دفعه كبيره جدا وليها معنى كبير جدا، واعتقد بقى لازم يكلل او يترجم على الارض بنتائج مختلفه تماما واداء مختلف للمنتخب، لان برضو هرجع اقول في الاول وفي الاخر المصريين الشعب المصري يعني بجد يستحق اكتر من كده من المنتخب بتاعه. لان انت تاني هنرجع نقول الموضوع مش حلم يا جماعه، في منتخبات كانت بعيده جدا في المستوى الفني عنك وانت كنت في حته يعني افضل بكتير، عدتك ليه؟ عدتك عشان وثقت في نفسها، عشان اشتغلت على بلان، عشان عملوا غربله للمنظومه الكرويه عندهم. دلوقتي بقوا من افضل المنتخبات العربيه والافريقيه بالمناسبه. فخلينا نبص دايما لقدام ونعرف قيمتنا وما نقعدش نقول اصل احنا كنا خلاص. اللي هيقعد يتكلم على الماضي بتاعه ده، ما خلاص احنا عارفين احنا اصلنا ايه، لكن احنا فين دلوقتي؟ هي دي النقطه. الاصل طيب، لكن اللي جاي انا فين دلوقتي؟ ده المهم جدا نركز عليه. فبالتوفيق يا رب من قلبنا لمنتخب مصر، وهنتكلم طبعا في كل التفاصيل مع حضراتكم النهارده وعلى مدار كمان الاسابيع القادمه اكيد. كل المصريين بيحلموا بان منتخب مصر ان شاء الله يشرفنا ويسعدنا، وان كانت البطوله النسخه دي منها على فكره هتبقى من اقوى ما يكون. احنا بنتكلم على منتخبات كلها اشرس من بعض الحقيقه، وسواء منتخبات دول شمال افريقيا او المنتخبات الافريقيه بشكل عام، تقريبا ما فيش منتخب فيهم يخلو من 3 4 5 6 لعيبه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه المختلفه. فطبعا بنتكلم على منافسه قويه، لكن ان شاء الله بنتمنى لمنتخب مصر انه يحقق لقب كاس الامم الافريقيه، وكمان يعني يقطع شوط كبير في تصفيات كاس العالم 2026. اما يعني بالنسبه بقى لنادينا قلعه البطولات النادي الاهلي العظيم، فبعد عام رائع من البطولات، وكلمه بطولات هنا تنطبق على كل الاصعده وكل المستويات، سواء على مستوى الالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه. طبعا مش محتاجين نتكلم عن بطولات يعني كره القدم يعني والارقام المذهله اللي اتحققت. بنتمنى ان شاء الله ان السنه الجديده باذن الرحمن تحمل لنا المزيد من النجاحات والانجازات والبطولات في كل الالعاب، والوصول لقمه كره القدم العالميه. لان في يعني قمه كره القدم الافريقيه خلاص الاهلي قاعد ومستريح ومربع وبقاله فتره طويله، فبنتمنى ان يبقى في تصعيد كمان في مشاركاتنا المونديالية السنين اللي جايه باذن الله. يعني ان شاء الله نسعد كلنا بمستوى طيب للعيبه النادي الاهلي، كمان نرجع مره تانية ونقول نتمنى كل الخير لمنتخبنا، لان احنا في الاخر بنتكلم على منتخب وطني، المنتخب الوطني المصري. كل التمنيات الجميله ليهم ان شاء الله. كلام جميل جدا، وعندنا كلام مهم اكتر كمان وهنتكلم عنه، وتحديدا عن زياره الرئيس زي ما كنت بقول لحضراتكم، وهنا لمدينه مصر الاولمبيه ولقائه كمان مع لاعبي المنتخب. وكان كانت لقطه حلوه وناس كتيره جدا علقت عليها طبعا في الاستاد اللي اتبنى دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده قبل بقى سفر المنتخب للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه، بنتكلم 2023 واللي هتتلعب في كوت ديفوار زي ما حضراتكم عارفين. واكيد زياره السيد الرئيس يعني هتترجم بدافع كبير جدا للمنتخب بتاعنا باذن الله يقدر ان هو يحقق اللقب بقى اللي غايب من امتى؟ لا من زمان. شويه حلوين. 2010 يا جماعه طبعًا. 2010 طبعًا. لقب غائب بلا اسباب بالمناسبه، لما انت كنت يعني البيك بتاعك وصلت له مش سنه ومش اتنين ومش نسخه واتنين، لا 3 نسخ ورا بعض، وبعد كده انت بتختفي تماما من على الساحه، ده صعب جدا. فان شاء الله نقدر ان احنا نرجع تاني للمستوى اللي احنا نعرفه كمان وسط المنافسين بتوعنا. لان خلي بال حضراتكم من حاجه، الناس برضو بتبص عليك وبتيجي تتكلم عن منتخب مصر حتى مع ناس اصدقاء لينا في دول مختلفه عربيه وغيره، يقول لك لا هو ليه، حتى بيسالونا السؤال ده، هو ليه منتخبكم بقى بالمستوى ده؟ والله الاسئله دي بتتقال لنا والواحد بيزعل، لان هو ما عندوش رد. يقول لك طب تعالى بقى نحسبها من 2010 لغايه 2023، في جاب كبيره جدا 13 سنه، احنا فين؟ جربت المدير الفني المحلي، وجربت المدير الفني الاجنبي، وجربت الاجنبي بالجنسيات المختلفه والمنتاليتيز المختلفه والفكر المختلف والمدارس المختلفه، ما كانش في نتيجه. طب هل تقصير من الاختيار ولا تقصير من الاسماء الموجوده عندك؟ لا، الاسماء كويسه، والاسماء زي ما انت قلت يا كريم عندك اكتر من محترف في دوريات اوروبيه عظيمه جدا ومتالقين جدا مع الفرق بتاعتهم. طيب ايه المشكله؟ على كل حال هنناقش كل ده، احنا بس بنحط ايدينا دلوقتي كده على الهيدلاينز او على رؤوس العناوين يعني، وبعد كده هنتكلم بقى احنا فين وايه اللي حصل والجاب دي حصلت ليه واللي جاي ازاي ابدا من جديد وازاي ابني عليه. لان انا ممكن افوز يا كريم السنه دي بالنسخه ان شاء الله، ولكن ما ارجعش بقى تاني اتراجع في المستوى والاداء، وخصوصا ان انت كل ما الزمن بيعدي كل ما الشراسه التنافسيه بتبقى اكبر. لان في منتخبات مستواها بيعلى بشكل كبير جدا وبتعديك، يعني انت دلوقتي بتلعب مع فرق لو انت قارنت نفسك بقى بايام 2010 لما كان المجد بتاعك، لا انت بتقارن دلوقتي مستويات تانيه خالص.
خالص، لا الموضوع اصعب، فنتمنى يكون المستوى كمان افضل، لان انت لازم تكون على قدر المستوى التنافسي عشان تقول انا عايز اتالق مره تانية زي العهد بتاعي زمان. فبالتوفيق ان شاء الله. لكن زياره كانت مهمه جدا، واعتقد فرقت في كمان الروح المعنويه. دايما بنقول الشق النفسي بيفرق، الشق المعنوي بيفرق، لما دايما تحس ان في حد بيشجعك، حد في ظهرك، في حد بيقدر اللي انت بتعمله، تحس ان انت عايز تدي اكتر حتى لو امكانياتك لا تسمح، والكلمه دي مهمه، بس تحس ان انت عايز تعلى عن امكانياتك عشان تفرح الناس اللي وثقت فيك. فبالتوفيق ان شاء الله. بس كان مشهد جميل يعني. طبعا الحقيقه انجاز كبير جدا اللي تم في العاصمه الاداريه الجديده، وبنتكلم هنا عن طبعا مدينه مصر الاولمبيه اللي يعني بتقام او اقيمت على مساحه 92 فدان، يعني ما يعادل 386 الف متر مربع، والمساحة يعني مذهلة الحقيقة، وشاملة كم وافر جدا من الملاعب. فاحنا بنتكلم على إنجاز كبير اللي تم طبعا بطبيعة الحال، وزي ما أكيد حضراتكم تابعتوا ده طبعا كان موجود في كل البرامج الرياضية في الفترة الأخيرة، إن في إنجازات كبير، يعني إنجاز كبير جدا، وكل البرامج الرياضية وقفت عنده وأشادت بيه، لأن طبعا يعني ما ينفعش إن احنا نغفل هذا الأمر. احنا بصدد طفرة كلنا لمسينها في اخر كام سنه الحقيقه على صعيد البنيه التحتيه الرياضيه، ودي بطبيعه الحال هي اللي مهدت الطريق وسهلت مهمه الدوله في استضافه بطولات عالميه على كل المستويات الرياضيه. فطبعا انجاز كبير جدا، واكيد زياره السيد الرئيس النهاوندي كانت بتتكلم عنها، زياره بينت في حد ذاتها حجم الانجاز ومدى اهميته. كمان جدير بذكر ان السيد الرئيس زار معسكر المنتخب في العاصمه الاداريه طبعا اللي بيستعد للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه، وطالبهم بالتتويج بهذا اللقب واسعاد الجماهير المصريين. وقال السيد الرئيس نصا: سعيد برؤيتكم واتمنى لكم كل الخير، كل لاعبي المنتخب هم شباب موهوبين والموهبه مسؤوليه. وكمان اشار ان هو بين منتخبنا، بين لعيبه منتخبنا في 7 لاعبين محترفين في اوروبا، وده بيعكس امكانيات شباب مصر. أضاف كمان السيد الرئيس وقال: أنتم في النهاية تمثلوا أنفسكم وبلادكم، وكل لاعب يرغب في التطور، لذلك يجب عليه أن يبذل أقصى جهد ممكن لكي ينجح الجميع كفريق، والنجاح لا يأتي بالموهبة فقط ولكن بالإخلاص أيضا. المنتخب المصري طبعا هو قوة ناعمة كبيرة جدا جدا في بلدنا. وكمان تابع السيد الرئيس وقال إن احنا فزنا بلقب البطولة 7 مرات قبل كده، وهو شايف إن طبعا مصر تستحق أكثر من ذلك بكثير، وقال إن هو بيشكر كل اللاعبين المحترفين القادمين من خارج مصر وتمنى لهم التوفيق في رحلتهم، وقال إن شاء الله إن هم يعودوا بنتيجة إيجابية وتسعد المصريين في كل مكان، وهذا ما يتمناه كل الشعب المصري. قال كمان: عملنا يعني بجهد عظيم في تطوير البنية الرياضية الضخمة في مصر، وأصبح الآن في كل محافظة من محافظات مصر على الأقل منشأة أو منشأة رياضية جيدة تساعد أبناء المحافظة على ممارسة الرياضة، وعملنا على رفع كفاءة مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، وأكد على اهتمام الدولة بشباب مصر والتركيز على توفير بنية رياضية تليق بالشباب المصري. فطبعا كلام محترم قوي، كلام الحقيقة محترم، وفي مسؤوليه كبيره جدا. ولما تيجي تتكلم عن مصر والسبع مرات قبل كده، هي من انجح الدول يعني في تاريخ هذه البطوله، أو هي أنجح دولة، مش من أنجح دولة، هي أنجح دولة في تاريخ هذه البطولة. فعشان كده أنا بقول التاريخ بتاعك قوي جدا والأصل بتاعك طيب جدا، بس أنت لازم تبني وتكمل المشوار على الأصل اللي أنت بنيته ده، لأن التوقف ده معناه خلاص يعني مش استسلام، لكن محدش بيترجمه بنجاح. مش هنقعد كل شوية نقول أصل إحنا من أقدم الدول، أصل إحنا كنا كمان أيام ما كانت مصر بتتعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت من 58 ل 61 برضه إحنا كنا من الدول اللي حصلت عليها. الكلام ده كله تاريخ عظيم نفتخر بيه، بس خلاص ابني بقى وكمل مشوار النجاح بتاعك. فبالتوفيق ان شاء الله. وتاني هرجع اقول الزيارة دي والامال بتاعت المصريين والتعليقات اللي كانت على هذه الزيارة والكلام الحلو اللي اتقال والروح المعنوية اللي عند الجماهير كلها بتحمل المنتخب مسؤولية ضخمة، علشان كده عايزين نشوف ده مترجم بإذن الله في الملعب، وبقى بحصولنا كمان على هذه البطولة اللي اعتقد مش بعيد ان انت، او مش هقول بسهولة، بس مش بعيدة عنك انك تحصل عليها، يعني ما هياش حاجة يا كريم مستحيلة. انت برضو هرجع اقول تاني، منتخب مصر بما يحمله من اسامي محترفين ومن اسامي محلية في اندية كبيرة جدا ومعظمها النادي الاهلي زي ما احنا عارفين، يعني اعتقد يقدروا ويقدروا جدا كمان ان هم يحققوا ويحصلوا على هذه البطولة. فبالتوفيق ان شاء الله. خلينا نشوف برضو بعض التصريحات اللي كانت جراء هذه الزيارة. يعني خلينا نروح مثلا لروي فيتوريا مدرب المنتخب اللي
قال أو قدم الشكر لسيادة الرئيس وقال كده تحديدا: أشكرك على كل الدعم الذي تقدمه للمنتخب واللاعبين والذي يترك يعني أثر كبير جدا وانطباع كبير جدا عندنا. وقال كمان مسؤولية تمثيل بلد كبير زي مصر إن شاء الله يكون كل لاعب قدها، وواثق إننا كفريق هنبذل كل ما نمتلكه وما لن نمتلكه للوصول لهدفنا وإسعاد الجماهير المصرية. وأشكر سيادتك على الحضور. الحقيقة مش لوحده روي فيتوريا اللي شكر السيد الرئيس على هذه الزيارة، كمان قائد المنتخب المصري محمد صلاح أبدى سعادته الغامرة بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم خلال هذا المعسكر، وقال الحمد لله احنا عندنا تحسن كبير جدا في المنظومة الرياضية والجميع بيساعدونا في كل حاجة بنحتاجها. ووعد السيد الرئيس ان اللعيبة هيكونوا يعني عند قدر المسؤولية وهيبذلوا كل مجهوداتهم للفوز بهذا اللقب وبهذه البطولة، وقال البطولة اللي فاتت ان احنا عملنا فيها اللي علينا ولكن لم نحصد البطولة للأسف، ونشكر سيادتكم، بيوجه كلامه طبعا للسيد الرئيس على هذا الدعم، وكذلك وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري، وقال إن شاء الله نحقق شيء إيجابي في هذه البطولة. وطبعا دي الحاجة اللي كلنا بنتمناها بطبيعة الحال. بالظبط. هي بص يا كريم، في الاول في الاخر النجاحات يعني لما بتحصل على الارض وبتتم على الارض ده بيترجم بنجاح منظومه، ما هي دي النقطه كلها، ان كان في شكاوى وكان في مشاكل الفتره اللي فاتت والناس عندها اعتراضات وعندها علامات استفهام على بعض الامور اللي بتحدث اداريا او في الداخل اللي هي او الداخليات اللي انت بتبقى مش عارفها قوي، بس في الاول وفي الاخر حتى لو الناس بتنتقد، حتى لو الناس بتقول لك المنظومه كلها لازم تتغير، لو قال لك الناس كلها لازم تتغير، كل ده بيصب في الآخر لغيرة على المنتخب. يعني أنا لا يمكن أشكك في أي مصري بينتقد مثلا حاجة في المنظومة أو أي مسؤول في المنظومة الرياضية عندنا أو الكروية بالمناسبة، لأن هو أكيد ده بيتكلم أو ده طالع من فكرة غيرته على المنتخب. في كان مشاكل، في أمور لسه محتاجة أن احنا نشتغل عليها، في بلانز لازم تتحط شورت تيرم وميدل ولونج تيرم بلان، كل الكلام ده منتخبات غيرنا ودول غيرنا عملتها اوريدي، فكل ده لازم إن شاء الله يتم بشكل كبير جدا علشان نقدر أن احنا نشوف نتائج مختلفة. ما السيستم يتغير هتلاقي نتائج مختلفة طبيعي جدا، لكن لو ماشي بنفس السيستم هتلاقي نفس النتيجة، يعني ما فيهاش فكر. يعني على كل حال نتمنى تاني هنرجع نقول كل التوفيق، لكن انا عندي احساس ان احنا هنعمل ان شاء الله اختلاف على الارض بشكل كبير جدا. وعايز اقول لحضراتكم كمان لو هنتكلم شويه عن الشق الفني، كمان امبارح كان اختتم المنتخب بتاعنا التحضيرات لمواجهه هنا بقى تنزانيا وديا اللي هتكون باذن الله النهارده على استاد القاهره، دي في البروفا الوحيده والاخيره للمنتخب استعدادا بقى لبطوله الامم الافريقيه اللي هتكون تحديدا من يوم 13 يناير بالكوت ديفوار. والمنتخب كمان كان خاض التدريبات بتاعته، خليني اقول لحضراتكم، الاخيره على استاد مصر بالعاصمه الاداريه وعرضناها اهو لحضراتكم. مقرر كمان بعد كده يحصل اللاعبين والجهاز الفني على راحه، هيكون يوم الاثنين، وبعد كده يبتدوا يتجمعوا عشان السفر يوم الثلاث لكوت ديفوار، فبالتوفيق ليهم. وتاني هنرجع نقول مصر هي انجح دوله في تاريخ البطوله اللي فازت بسبع مرات بهذه البطوله، فيعني نكمل بقى على كده لان اعتقد دي اقل حاجه ممكن احنا نقدمها بعد غياب 13 يعني سنه. للاسف الواقع شديد اللي احنا بنقره ده والحقيقه اللي احنا بنفندها مع حضراتكم لازم تكون نقطه انطلاق لمنتخبنا في المشاركه بالزبط في هذه النسخه من امم افريقيا، لان احنا بنتكلم على نسخه هتكون ناريه بالمعنى الحرفي للكلمه. على فكره في ناس كتير يعني مش شبه يعني مش اجماع، ولكن هنقول في شبه اجماع على ان المرشح الاول للحصول على لقب البطوله دي هو المنتخب المغربي. وطبعا حضراتكم عارفين ليه كويس، وعارفين المنتخب المغربي بيضم مين من اللعيبه، وعلى فكره نفس الكلام بيتقال الى حد ما على تونس، وبيتقال نفس الكلام على الجزائر. صحيح. ناهيكم بقى عن السنغال وعن وعن وعن، فاحنا بنتكلم على بطوله هتكون تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه، لكن احنا كمان ما نقلش على الناس دي كلها، بالعكس احنا كنا زايدين عنهم لفترات زمنيه طويله، فبنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. تعالوا بقى نشوف الرساله اللي الجمهور بعتها لمنتخب مصر قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا. احنا نتمنى ان المنتخب يشرفنا هذه المره ويقدم صوره طيبه عن الكره المصريه في بطوله افريقيا القادمه، ونتمنى ان هو يحقق العلامه الثامنه ان شاء الله، وخاصة أن كل الاختيارات يعني إلى حد ما كويسة جدا، وأن المدير الفني كويس جدا، فكل العوامل والدولة موفرة كل الإمكانيات، فكل العوامل متاحة أن المنتخب يقدم حاجة كويسة المرة دي ويعود بكأس أفريقيا، وإن شاء الله دي تبقى بداية للوصول إلى كأس العالم إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله،
ودي احنا متاكدين ان احنا ان شاء الله هناخدها المره الثامنه، لان احنا حققنا قبل كده الموضوع ده 7 مرات وهنكسب وهنحقق ان شاء الله. منتخب مصر منتخب قوي جدا ومعاه مدرب فني على مستوى رائع جدا جدا جدا، وكلنا مع مصر وشعب مصر باذن الله تبارك وتعالى. بتمنى لمنتخب مصر ومنتخب بلدنا كل التوفيق والدعم، والجماهير بتساندهم، وان شاء الله كده نحاول نتجاوز بقى المباراه النهائيه ونحاول ان احنا نادي الاداء بتاعنا. وانا يعني انا متفائل خير، لان بتوقع ان احنا في البطولات المجمعه المنتخب بيادي كويس، وطبعا هم وراهم 100 مليون مصري وبنشجعهم وبنناظرهم وربنا يوفقهم. طبعا احنا كل الدعم للمنتخب مصر، هتبقى بطوله قويه جدا، الفرق بقت صعبه شرسه، كلهم محترفين، المنتخب يعني بيعمل ماتشات كويسه وبيأدي اداء كويس، وفي شغل بيتعمل مع الناس كلها، المحترفين انضموا، كابتن محمد صلاح طبعا على راسهم، وفي عندنا برضو احنا نجومنا مش اقل من الناس اللي موجوده بره خالص. طيب انا عماله اتابع ردود الافعال، عجباني جدا بجد و بصراحة مختلفة. يعني لما تيجي دلوقتي يا كريم تتكلم عن منافسات لمنتخب مصر هتلاقي الروح فعلا مختلفة. تويتر دلوقتي على حضراتكم عمالة بقرأ، لا الناس كلها بتتكلم بثقة ان المنتخب بتاعنا، رغم اللي انت كنت بتنهي بيه قبل ما نشوف التقرير كلامك، فكرة ان دلوقتي التنافس مع كمان منتخبات زي المغرب وتونس والجزائر شرسة جدا. لكن خليني اقول لحضراتكم، خشوا دلوقتي في اللحظة اللي انا بتكلم فيها وتتفرجوا علينا على تويتر تحديدا، شوفوا ردود الافعال عاملة ازاي. عجباني جدا جدا، وانا بحس ان ده بيبقى او بيترجم بفعلا نتيجه ايجابيه. يعني انا بحس دايما الكلام اللي فيه دفعه وفي كلام كده فيه ثقه للمنتخب او حتى على مستوى الفريق بالمناسبه بيفرق بشكل كبير كمان مع الاحداث، ما تعرفش في حاجه بتحصل. فانا متفائله جدا زيهم، وحاسه ان ممكن ان شاء الله رغم كل اللي انت برضو هنرجع نقول تاني النقاط الفنيه اللي فيها برضو تفاوت بصراحه، لكن احنا ممكن فعلا كمنتخب مصر بالروح اللي عندنا نصنع تاني تاريخ فات عننا 13 سنة، ودي مش سنوات قليلة بالمناسبة خالص. على كل حال الأخبار الحلوة لسه معانا كتيرة جدا، والتفاؤل برضو لسه كتير أخبار، وخاصة به تحديدا هنا لو هتكلم عن الحكام المصريين، وهم حكام مصريين 7 اللي تم اختيارهم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هم نتكلم الكاف، للمشاركة في أمم إفريقيا. وأعتقد ده أمر رائع جدا، لأن أنت كنت دايما بتقول هو أنا فين، مش بس هقول محليا، أنا فين محليا وإفريقيا وعالميا. حتى محليا كان عندنا مشاكل في الثقة في المباريات والماتشات اللي هي زي ما بتقال عنها ماتشات يعني اللي هي القمة ما بين هنا بتتكلم أهلي وزمالك تحديدا، كنت دايما تقول أنا مش عايز، ما عنديش ثقة في الحكام المصريين. لكن دلوقتي أنت بتتكلم إفريقيا وعالميا، الحكام بتوعك كمان بيروحوا منطقة تانية، هم توجهوا للكوت ديفوار عشان يشاركوا في البطولة. وخليني برضو أقول أساميهم تحديدا، هو كابتن أمير عمر ومحمد معروف ومحمد عادل، دول حكام الساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو. وبتعتبر البطولة دي خليني أقول لحضراتكم سابقة تاريخية، لأن ده بيعد أكبر عدد من الحكام المصريين المشاركين في نسخة واحدة من كأس الأمم يعني عبر التاريخ. أعتقد ده أمر كان لازم نقف عنده ولازم كده نتفائل برضو بيه، من الأمور اللي فيها تفاؤل، لأن المنظومة بتتحسن. فكرة هنا برضو أن يبقى عندك حكام مصريين كان مشكوك أصلا، يعني فخليني أقول مش في نزاهتهم، لكن كان مشكوك في فكرة أن أنت تستعين بيهم في بعض المباريات تاني، زي كنت بقول اللي هي المباريات القمة اللي هي بين أهلي وزمالك، والمباريات اللي بيكون فيها جدال كبير جدا جماهيري كمان، كنت بتقول أنا أفضل يبقى عندي حكام أجانب. لكن دلوقتي الموضوع اختلف كمان، أعتقد ده يرجع برضو يا كريم لبيريرا، بصراحة لازم برضو نتكلم عن هذا الرجل اللي مفروض تم تعيينه عشان يغير منظومة تحكيمية وبما تحمل من مشاكل وعلامات استفهام واعتراضات من قبل المسؤولين واعتراضات من قبل الجماهير. أعتقد دي خطوة جيدة برضو وتحسب إلى حد كبير برضو ليه بصراحة، فحلو ده جدا. وأعتقد لسه برضو في أخبار خاصة بالتحكيم جاية، يعني أعتقد إحنا ماشيين برضو في خطوات مش سيئة أبدا. يعني بصي الانطباع اللي اتاخد لفترة زمنية مش قصيرة طبعاً عن التحكيم المصري، الجماهير إلى حد بعيد ديهم حق فيه. بعدين إحنا مش بنجيب حاجة من عندنا، ما هم من أعمالكم سلط عليكم، الناس بتتفرج على حاجات معينة والله مش دايما بيبقى في ظلم برضو في بعض الأحيان. ده في فترة من الفترات كان في أقسم لك بالله كل أشكال العبث موجودة في مباريات
كلنا تابعناها وكلنا شاهدناها، وكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية بل والعادلة ان ده يكون الانطباع العام. لكن ده مش معناه ان احنا ما عندناش كفاءات، التحكيم المصري لا يخلو من الكفاءات الكبيرة الحقيقة. وبالمناسبة برضو في هذا الإطار عايزين نعرفكم ان امبارح اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024 بعد ما تم اعتمادها طبعا بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا، وضمت القائمة كلا من حكام الساحة إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شهندة المغربي، ونورة سمير. والحكام المساعدين هم محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، يوسف الوساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عاكف، ومي حسين. وبقى في اسماء محكمات كمان تقريبا يكاد يكون نفس العدد. دي برضو اكيد حاجه يعني كويسه جدا، وبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق، وبنتمنى ان يعود يعني التحكيم المصري اللي سابق عهده اللي هو ما كانش فيه اي مساحه او فيه اي فرصه ان احنا ننتقده حتى. فده اللي احنا عايزينه وده اللي احنا بنتمناه وده اللي يستحقه التحكيم المصري الحقيقه. بص انا عندي شويه وجهه نظر يعني معرفش هيتفقوا وانت هتتفق معايا فيها ولا لا. انا بشوف ان الموضوع هي سيركل واحده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ليه عندي دايما مشاكل تحكيميه راجعه ممكن لاسباب ليها علاقه بالحكم نفسه، وراجعه لاسباب اخرى ربما ملوش هو علاقه بيها، وهي راجعه اكتر لفكره عدم الثقه في نفسنا. ما هي المشكله ان انا دلوقتي محليا اي حاجه محلي دايما اقول لك لا انا عايز الاجنبي، انا عايز الخبرات، انا عايز الحاجه الجديده، الحاجه اللي مش عندي، الحاجه المختلفه، دايما باصص لغيرك. فهي دي النقطه. الدول اللي اختلف فيها المنظومه الكرويه اعتمدت على الكفاءات المحليه طبعا. تاني زي المغرب طبعا. هو ده اللي حصل صحيح. المغرب البومينج بتاعها حصل يعني النقله حصلت لما اعتمدت على الكفاءات المحليه بتاعتها، وليد الركراكي وغيره. مش بس وليد الركراكي بالمناسبه، هو عشان حقق يعني انجاز مع المنتخب المغربي في اخر كاس عالم اخر نسخه، فاحنا بنتكلم او بنذكره كتير، لكن هم عندهم اكتر من وليد الركراكي موجودين. فهي دي النقطه كلها. عندك برضو لعيبه محليه في المغرب بيلعبوا دلوقتي في دوريات العالم كلها، فالمغرب عامله نقله. بس في الاول وفي الاخر، وكمان على المستوى التحكيمي بالمناسبه، في الاول وفي الاخر الشعب بقى عنده ثقه في بعض. يعني الناس عندها ثقه في بعض. انا هنا لسه بشكك، فانا لما اشكك وهو مفروض كل حاجه هيعملها ما هيبقى مش حاسس باي تقدير برضو. بص هي منظومه واحده، انا ادي الثقه. ما يستحق التقدير يعني، هم يورونا ما يستحق التقدير. ما هي مين هيوري مين الاول؟ هتقدرني الاول واوريك، ولا اوريك وتقدرني، ولا مستنيك تقدرني؟ هو لازم 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 يعني الموضوع فاهم مش سهل برضه. خلي بالك من حاجه، انا هو بصي الخطا البشري وارد بطبيعه الحال. احنا مش بنتكلم على انسان الي، احنا بنتكلم على بشر بنسبه مقبوله عالميا مصيب ويخطئ بطبيعه الحال، ومفيش حكم اجنبي ما عدتش عليه لحظه قرار خاطئ مثلا او رؤيه غير صائبه. لكن احنا بنتكلم على نوعيه اخطاء تحكيميه شفناها قبل كده تثير الدهشه والاندهاش، يعني تستحق التامل الحقيقه. فتاني نرجع ونقول في تغييرات حصلت ولسه بتحصل ولسه هتحصل، وابتدت الامور تندع بالايجاب فيما يتعلق بملف التحكيم. فنامل خير ان شاء الله. نامل خير، واحنا اعتقد ماشيين في خطوات جيده. وانا من الناس اللي عندي ثقه كبيره جدا في بيريرا، واعتقد ان هو ممكن يعمل نقله فعلا في هذا الملف الشائك على مدار سنوات، يعني خلينا نقول ماضيه. طيب الحاجة بقى اللي جاية والخبر اللي جاي بيحمل شقين شوية. فكرة أنا مشاركة صلاح مع منتخب مصر امبارح كان أثار بعض الجدل، تحديدا في ليفربول. طلع بعض التصريحات اللي قالت لك زي مثلا دياجو جوتا مهاجم ليفربول كان اتكلم تحديدا عن غياب صلاح، قال اعترف او هو اعترف يعني بتاثير غياب صلاح عن ليفربول الفتره اللي جايه بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر، وتشيزل طبيعي يعني. بس هو قال في التصريحات بتاعته انا كنت اتذكر بشكل صحيح اللي قدمناه من اداء جيد جدا قبل سنتين، لكن الامر لم يكن سهلا ابدا لان الفريق كان معتاد على وجود مو في الجناح الايمن. واضاف يعني نعلم مدى التهديد اللي بيشكله صلاح على الخصوم، ده مجرد وجوده بس في بعض الاحيان ان هو بيكفي دون حتى ان يلمس الكرة، ونعلم ان لدينا الجودة في فريقنا يعني لسد هذه الفجوة. النقطة هنا مش بس في التصريح، هو ممكن الناس تقول لك عشان كده بقول بيحمل شقين.
الشق الحلو ان انت لما تيجي تتكلم عن لاعب مصري بحجم محمد صلاح ان هو غيابه بيفرق بشكل كبير جدا مع فريق من اكبر يعني الفرق اللي موجوده في اكبر دوري في العالم دوري الانجليزي، فده امر جيد. بس الامر اللي مش جيد كان بعض التصريحات الاخرى اللي كان فيها يعني شق كده من يا كريم لو انت لاحظت برضو، اللي هو يعني افريقيا ايه دلوقتي ومش عارف احنا محتاجين محمد صلاح، كان بما معناها لو حضراتكم تابعتوا التصريحات الخاصه يعني باكثر من عنصر في ليفربول هتلاقي ان هو طيب ليه بنتكلم دايما بهذه اللهجه، او مش احنا يعني ليه بيتم الحديث معانا او علينا بهذه اللهجه في بعض الاحيان، حاجه غريبه جدا. انت شايف نفسك ان انت من اكبر الدوريات في العالم، على فكره تاني هرجع اقول الجمله دي حقيقيه جدا، واللي يدور حضرتك انت الدوري بتاعك الانجليزي اللي هو القوي جدا معظم اللي بيلعبوا فيه برضو كانوا افريقيا الموجود يعني من افريقيا اصلهم افريقي او متجنسين، ودي حاجات حقيقيه ممكن حضراتكم ترجعوا ليها. فيعني معلش مع احترامي الشديد التقليل من قاره افريقيا كرويا ما هوش افضل شيء، يعني معلش اللعيبه الاساسيه عندك كتير جدا من افريقيا. فانا بس حبيت اقول ده لان ما عجبنيش اللهجه، ما عجبنيش التقليل، وده مش اول مره نسمعها بالمناسبه، احنا دايما بنشوف تقليل لقاره افريقيا عندنا يعني. فاتمنى اللهجه دي تختلف بادائنا احنا وصلنا لابعد المناطق اللي احنا نقدر فيها كرويا. اللي قال نفس الكلام بصيغه مختلفه حبتين، وان كان ما قللش ابدا من قاره افريقيا من هذه البطوله، بس قالها بصيغه يورجن كلوب. يعني يورجن كلوب لانه الحقيقه فقد اثنين من عناصر القوه الضاربه عنده، طبعا اهمهم بطبيعه الحال محمد صلاح. فما قال لك ان يعني لو هتسالوني وعايزين اجابتي بصراحه اتمنى ان هو يخرجوا بدري من الادوار التمهيديه. مش حلو ده طبعا. بس يعني بص هو بس كان بيقولها طبعا بشيء من الـ يعني ايه خفة الدم، وعايز يقول يعني عايز يقول لك ان انا غصب عني نظرا لمشاركتهم هما الاثنين في بطوله كبيره بالشكل ده انا فقدت قوه ضاربه عني. انا مالي ما تقللش من البطوله بتاعتي، افريقيا بطوله كبيره. لا بس هو يورجن يعني كلوب ما قالش حاجه للامانه على البطوله، يعني يمكن جوتا ممكن يكون عمل كده، لكن يورجن كلوب الحقيقه ليه حق يعاني. ما احنا بنتكلم على محمد صلاح برضه، يعني محمد صلاح بيخلص بالنسبه لهم الى حد بعيد، ففكره ان هو مش موجود معاهم اكيد هيتاثر يعني الفريق بالكامل بغياب محمد صلاح. كمان عايزين نعرف حضراتكم انه بيستعد منتخب الرجال والسيدات للكره الطايره لخوض منافسات تصفيات المنطقه الخامسه الافريقيه للكره الطايره، طبعا دي البطوله المؤهله لدوره الالعاب الافريقيه اللي هتقام في غانا. من المقرر ان مصر ان شاء الله هي اللي هتستضيف هذه التصفيات رجال وسيدات بمشاركه منتخبات كينيا ورواندا وبروندي واوغندا واثيوبيا، طبعا بالاضافه للمنتخب المصري اللي هو مستضيف لهذه البطوله. المحدد موعدها بالمناسبه في الفتره من 22 الى 29 يناير 2024. حدد الاتحاد المصري للكره الطايره يوم 14 يناير الجاري كموعد لتجمع المنتخبين رجال وسيدات استعدادا لهذه التصفيات، على ان يكون التجمع في صاله حسن مصطفى. ومن المنتظر ان شاء الله ان تشهد الايام القليله المقبله يعني تاكيد المنتخبات المشاركه وتحديد موعد وصولها للقاهره ان شاء الله. طبعا اكيد يعني فتره مهمه جدا وبنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. كره الطايره والمنتخبات سواء على صعيد الرجال او السيدات بصراحه عاملين شغل محترم جدا، يعني في ناس كده او في فئات تخليك انت تبص لهم تلفت نظرك مش باي حاجه غير بادائهم بالنتائج اللي بيوصلوا لها، ابطال هم اللي بيلفتوا نظر العالم ليهم. فبجد المنتخب بتاعنا ده، وحتى هنتكلم شويه برضو عن السله واليد، بس الطايره كمان قدروا ان هم يلاقوا مساحه على الساحه العالميه، واعتقد محققين نتائج. والاحلى او اللي اسعدنا اكتر انت بتتكلم تاني على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات، وان لم يكن كمان السيدات شويه افضل، فيعني دي حاجه اكيد تسعدنا بشكل كبير جدا. طيب يعني خلينا ناخد مزيد اكيد من التفاصيل. معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار طبعا في البدايه هقول لك صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيبه يا رب وسنه كده سعيده علينا جميعا، وخلينا نطمن كمان مع السنه السعيده دي يعني احنا الاخبار هتبقى ايه، وفكره ان الطقس هيكون في استقرار شويه ولا في اختلاف في تذبذب، هنشهد يعني الفتره اللي جايه وتحديدا الاسبوع القادم ايه من تغييرات مناخيه. اتفضلي يا فندم. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذ نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، ويا رب يعني سنه سعيده على الجميع واجازه سعيده كمان على الجميع باذن الله. احنا يمكن بنشهد خلال هذه الايام استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن ده شفناه الاسبوع الماضي ومكمل معانا على الاقل في ال 72 ساعه القادمه. يمكن اليوم كمان تحديدا في ارتفاع في قيم درجات الحراره
اعلى من المعدل الطبيعي اللي المفروض نكون عليه في الوقت ده من السنه بحوالي 3 لـ4 درجات، لان العظمى على القاهره الكبرى اليوم تكون 23 درجه مئويه فتره النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بحاجتين اثنين: كتل هوائيه صحراويه جايه من مناطق صحراويه، كمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، يعني ما فيش اي سحب مؤثره، العاملين دول بيخلونا نحس بالدفء والاجواء الدافيه تماما فتره النهار في المحافظات الشماليه، يمكن كمان المحافظات الجنوبيه درجات حرارتها اعلى، بتكون اجواءها مائله للحراره، ده بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي، لكن العكس بيحصل خلال فترات الليل، فور غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره مع طول فتره الليل، الانخفاض ده ملحوظ اكتر في فتره الفجر وفتره الصباح الباكر. فرق في درجات الحرارة بين النهار وبالليل بيتجاوز 10 درجات، أحيانا بيوصل ل 15 درجة مئوية، عندنا محافظات شمال الصعيد بتسجل قيم درجات حرارة 8 و9 درجات، وسط سيناء طبعا أقل من 5 درجات، فبالتالي أجواء فترة الليل ما بين الباردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وده اللي هنأكد عليه على الأقل في 72 ساعة اللي جاية، بلاش الانخداع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار، وتغيير نوعية الملابس تجنبا طبعا لنزلات البرد، لأن فترات الليل هيكون فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. بس هنعمل إيه يا دكتور منار؟ ما الجو الصبح بيبقى حر جدا، تحديدا لو قاعدين في الشمس، فالناس بطبيعة الحال هتقلل، يعني أنا بشوف ناس قاعدة مثلا ممكن في كافيه مفتوح بيقلعوا الجاكيت وكده، وبعدين بالليل فعلا بتبرد، ما هنعمل إيه؟ يعني يبقى معانا جاكيت على الاقل، يبقى احنا عارفين بس ان احنا فترات الليل لو احنا خارجين في فتره الليل او فتره الصباح الباكر واحنا خارجين، يبقى معانا جاكيت، معانا ملابس شتويه ثقيله، لان فرق درجات الحراره بين النهار والليل ممكن يصيبنا بنزلات انا الفرق. عندي سؤال هنا وملحوظه، يعني هو الواحد سافر كتير يعني، بس التفاوت بين درجات الحراره في نفس اليوم صباحا وليلا أنا ما شفتوش غير في مصر حقيقي، هل ده كان أو دي ظاهرة طبيعية وإحنا ناسيين، ولا ده حصل مؤخرا؟ يعني التفاوت فعلا الصبح ممكن يبقى صيف يا كريم وتيجي تخرج بالليل شتاء جدا، فأنا عايز أفهم من حضرتك التفاوت ده طبيعي ولا مستجد؟ لا هو التفاوت ده طبيعي، احنا دايما عارفين في فترات الاستقرار خاصة لما بيكون عندنا ارتفاع في الحرارة وكتل هوائية جاية من مناطق صحراوية بيكون التفاوت ده طبيعي جدا، لان فترات النهار بالفعل مع اشعه الشمس بيبقى فيه دفء بشكل كبير، فترات الليل التبريد بيكون بشكل كبير في المناطق الصحراويه او الكتل الهوائيه الصحراويه، فبالتالي درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير، فالتفاوت ده طبيعي خاصه زي ما قلنا مع مصادر الكتل الهوائيه الصحراويه طول فتره الليل، يعني فتره الليل طويله جدا، فدرجات الحراره بتنخفض بشكل تدريجي لحد ما بنوصل لدرجات حراره صغرى منخفضه جدا فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. هنوه كمان على الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية اليوم وصلت لحد الضباب خاصة في الطرق المؤدية منه إلى محافظات الشمالية، محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، حد الضباب يعني الرؤية الأفقية على الطريق انخفضت لأقل من 1000 متر، انعدمت في بعض الطرق في فترة الصباح الباكر في 48 ساعة اللي جاية، مهم جدا ناخد بالنا من الشبورة المائية، القيادة بهدوء تام، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، وطبعا نتابع كافة تعليمات المرور، مع منتصف الأسبوع مع يوم الثلاث والأربع إن شاء الله تدريجيا درجات الحرارة تبدأ تنخفض، نبدأ تدريجي نعود للمعدلات الشتوية اللي هي عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية فترة النهار، هيكون في نشاط للرياح كمان هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. هايل، وامطار بقى وكده ان شاء الله يعني. باذن الله الامطار هتبقى موجودة، بس موجودة على الاماكن الساحلية فقط مش في المحافظات الداخلية، يعني ان شاء الله مع منتصف الاسبوع امطار خفيفة متوسطة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط. شكرك جدا على هذه التغطية كالعادة طبعا متميزة دكتور منار غانم، شكرا ليكي جدا. اه والله نفسنا بقى شوية أمطار من عندك يا دكتور. اه والله نطر بيها الأجواء. مش معقول والله الشتاء كده بلا أمطار كله جاي، بلا كله أي حاجة جاي، بس مش هيطول زي ما حصل هو السنتين اللي فاتوا. الشتاء كله على بعضه والله بحس، بص كله على بعضه كده ثلاث أسابيع صحيح، دول اللي بنحس فيهم بالشتاء، غير كده بقى إيه. نروح فاصل ونرجع نكمل، لسه اكيد اخبارنا كثيره جدا، خليكم معانا. نرحب بحضراتكم مره كمان، وخلينا نروح دلوقتي نتعرف على اغلى منتخبات في كاس اسيا من خلال الفيديو جراف التالي ونرجع نكمل.
جميل. خلونا نتعرف كمان على افضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى خلال موسم 2023-2024 من خلال الفيديو جراف ده، اتفضل. طيب نروح بقى دلوقتي ونتابع بعض التمرينات الرياضية ونرجع نكمل برضو مع حضراتكم. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة معانا دامبلز هنشتغل بيه تمارين لعضلات الدراعات وعضلات الأكتاف من البيت. ممكن لو ما معناش برضو دامبلز في البيت نستخدم أزايز مية تكون مثلا لتر أو نص لتر على حسب مقدرتنا إن احنا نشيل، فمفيش أي مشكلة. أهم حاجة إن احنا إيه نتمرن. أول حاجة هتكون معانا بايسبس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. العدة الواحدة بتكون على دراعات الاثنين، يعني كده واحد، مش بعد هنا عدة وهنا عدة، بعمل من 10 لـ15 عدة بالكتير قوي. بعدين اشتغل ترايسبس، ارفع دمبل واحد واشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنزل دراعي ده واشتغل بدراعي التاني برضو فوق، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بعدين هشتغل نفس اللي أنا كنت بعمله هنا، بس بدل ما إيدي تكون وشها لقدام كده، لا هشتغل همر، يعني إيدي تكون كده وأطلع همر ناحية جسمي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. خلصت الهامر، هبتدي ان انا اشتغل لاترال ريسز، ودي العضلات الاكتاف الجنبية الجانبية، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وبعدها هشتغل فرونت ريسز، ودي العضلات الأكتاف الأمامية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
6 برضو الدراعين بتكون بعده واحده 7 8 والعضلات الاكتاف الخلفيه هميل بجسمي لقدام وانا فارد ظهري وهشتغل رفرفه خلفي 1 2 3 4 5 6 7 8 وبكده نكون خلصنا الاكسرسايز بتاعت النهارده ونكون شغلنا عضلات الاكتاف وعضلات الدراعين من البيت بدون اي ادوات. شكرا جدا، كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الاهلي الجديد. حكايه بسيطه يعني تتعمل في اي مكان. بص اقول لك على حاجه، والله فايده التمرينات او التقرير اللي احنا بنعرضه لحضراتكم ده، فكره ان الموضوع مش صعب، يعني الحركه حتى وان كانت بسيطه بس يوميا متكرره وبعدد معين من الوقت، يعني مثلا 10 دقائق في اليوم، 5 دقائق حتى يوميا، هتلاقي بالوقت هو بيزيد المعدل بتاع التوقيت وفي نفس الوقت جسمك بيختلف، بس هياخد وقت طبعا اطول لان المده بتبقى اكيد اقل، بس احسن من ما فيش. فيعني انا بحب جدا فكره ان انا يعني اي حاجه احسن من ولا حاجه، صح؟ حلو والله، حلو مليون في المليون. حلوه الجمله دي بس لا بجد والله فعلا. ففي ناس كمان كبار في السن يا كريم، وفي ناس يبقى عندها مشاكل صحيه ما بتقدرش ان هي تتحرك من البيت قوي، فالناس دي فكره بس يحركوا ايديهم حتى في بدائل، لان برضو مش كل الناس تقدر ماديا تجيب اجهزه في البيت وغيره، فعلا ممكن تعمل استبدال ليها بازايز ميه بحاجات زي كده وانت قاعد يعني. فالواحد بس ياخد خطوه ما يستقلش بالكلام ده، هتلاقي بقى على الوقت الموضوع فرق بشكل كبير جدا يعني. طيب تعالوا بقى نروح نشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سلا حامد. سلا متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سلا، وكل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليك يا رب، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وانت طيب يا كريم، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي بخير وطيبين. طبعا يمكن يوم جديد وحلقه جديده واولى حلقات 10 الصبح للاهلي في السنه الجديده، طبعا كل سنه وانتم طيبين. ويمكن يعني سنه 2023 كانت مليئه بالانجازات والبطولات طبعا على صعيد جميع الالعاب مش بس كره القدم، موسم استثنائي الابطال للنادي الاهلي ان شاء الله الله، يعني في 2024 يا كريم ونهاوند نلاقي نفس الانجازات ويحققوا نفس الانجازات ونفس البطولات ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي، واكتر كمان يحققوا اكتر يعني من البطولات اللي حققوها السنه اللي فاتت، يعني ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي العظيمه. وطبعا بنتكلم على جميع الالعاب الاخرى، يمكن يعني خليني انقل لكم كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، ويبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاسي بوشا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الأهلي. يمكن خليني اقول لكم انه امبارح يعني جميع لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني في البطوله العربيه اللي كانت مقامه في القاهره على صالات استاد القاهره، يمكن جميع اللاعبين زي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، وعمر زهران، وكمان كريم حاتم، جميع اللعيبه اللي كانوا مشاركين مع منتخبنا الوطني انضموا للتدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي امبارح، طبعا باستثناء عمرو زهران واللي تعرض اصابه قويه وهي قطع في الرباط الصليبي مع منتخبنا الوطني طبعا في يعني احدى المباريات اللي كانوا مشاركين طبعا فيها في البطوله العربيه، فبالتالي هيغيب عن التدريبات الجماعيه. وكمان مؤمن طارق خيري بسبب يعني كسر على مستوى القدم واللي هيغيب بسببه لمده شهر ونص شهرين طبعا عن التدريبات الجماعيه، فيعني بس فقط عمرو زهران ومؤمن طارق خيري مش هيكونوا موجودين في التدريبات الجماعيه للفتره القادمه، ولكن التدريبات الجماعيه امبارح يعني كانت موجوده داخل مقر النادي، والنهارده ان شاء الله برده عندهم تدريب الساعه 2 استعدادا ان شاء الله ليه يعني عوده المباريات مره اخرى بالنسبه لفريق كره السله. واول مباراه هتكون في دور ال 16 من دوري السوبر لكره السله امام نادي الطيران، وهتقام المباراه في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ودي اول مباراه. مباراه الاياب ان شاء الله هتكون يوم الخميس وعلى الصاله الخاصه بفريق نادي الطيران. كمان سيدات كره السله وتحت قياده كابتن طارق خيري النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7 استعدادا للمباراه يعني الاصعب والاهم بكره بالنسبه لسيدات كره السله الاسبوع ده، وهي مباراه الاهلي ومصر التامين، واللي هتقام في تمام الساعة 8 مساء على مركز شباب الجزيرة أو الصالة الخاصة بمركز شباب الجزيرة، ودي الصالة الخاصة بفريق مصر التأمين، ودي هتكون مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر. يعني طبعا النادي الأهلي لازم يكسب في المباراة دي للضمان للتأهل للنصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات.
كمان يعني خليني اقول لكم انه امبارح زي ما شفنا كلنا طبعا وتابعنا مباراه الاهلي والزمالك لكره اليد سيدات واللي كانت مقامه على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي وانتهت بفوز سيدات كره اليد بفارق 4 أهداف عن نادي الزمالك 26-22. يمكن طبعا شفنا مباراه ولا اروع، اداء قوي، اداء يعني رائع من جميع لاعبات النادي الاهلي. يمكن كمان كان في ريمونتادا وكومباك بالنسبه للاعبات. يمكن طبعا كنا فارقين عن الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك، كنا فارقين بهدفين عن نادي الزمالك. ويعني طبعا جميع اللاعبات زي نصر عيد، شهد الشواربي، فرح حازم، وكمان امينه عاطف الجناح الايمن للنادي الاهلي، الجميع ساهموا بشكل كبير في يعني طبعا ريمونتادا قويه بالنسبه للاعبات النادي الاهلي. ويمكن امينه عاطف طبعا سجلت 7 أهداف في المباراه، ومن اصلهم 4 أهداف متتاليه، ساهمت بشكل كبير جدا انه الفارق يعني يكون من 2 لـ4 أهداف لصالح النادي الاهلي. فالنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات يعني لحد يوم الاربعاء، وهيرجعوا للتدريبات الجماعيه ان شاء الله يوم الاربعاء، وبعد كده هيكون في توقف دولي لحد يوم 15 شهر فبراير. هيكون في توقف دولي لمده شهر، ده بالنسبه لسيدات كره اليد. هيكون في توقف دولي وهيكون في معسكر مفتوح لجميع اللاعبات، المعسكر هيكون كل خميس وجمعه وسبت، ولكن بقيه الاسبوع طبعا هيكون التدريبات مع فريق النادي الاهلي. وبعد كده ان شاء الله بعد يعني توقف الدولي اللاعبات هيرجعوا يستكملوا جميع مبارياتهم في بطوله الدوري. كمان رجال كره اليد بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، النهارده في تدريب الساعه 4 للساعه 6، ولكن ايضا في توقف دولي بسبب طبعا مشاركه منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه واللي هتبتدي يوم 18 يناير. وبعد كده ان شاء الله المباريات كلها ترجع بالنسبه لفريق النادي الاهلي هتكون يوم 6 شهر 2 شهر فبراير القادم، ودي هتكون بدايه المباريات في الدور الثاني من بطوله الدوري العمومي لكره اليد رجال. استكمال جميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم طبعا انه سيدات كره الطايره ورجال كره الطايره النهارده عندهم تمرين وبيواصل تدريبات بشكل طبيعي عشان عندهم مباراه بكره وبعد بكره. بالنسبه لي يعني رجال كره الطايره عندهم مباراة يوم الثلاث أمام نادي سموحة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري، وطبعا دي هتكون مباراة يعني من المباريات في الدور الثاني من البطولة. وبعد كده هيتم مرحلة ترتيب الفرق من الأول للثامن بعد طبعا مرحلة الدور الثاني. فإن شاء الله عندهم مباراة مع نادي سموحة وهتكون في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاث على الصالة الخاصة بالنادي الأهلي. وكمان سيدات كرة الطايرة عندهم مباراة مع نادي الشمس وهتقام في تمام الساعة 6 مساء بكره ان شاء الله على صاله الشهداء داخل مقر النادي. يمكن دي كانت سريعا يا كريم الهوان طبعا كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا زي ما شايفين بكره في يعني يوم مليء بالمباريات على مستوى كره الطايره وطبعا كره السله. والان العوده مروخ للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. نشكرك على هذه التغطيه، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معنا. طيب زي ما حضراتكم عارفين عندنا السنة دي أهم حدث بارالمبي في العالم وهو دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. هنتكلم طبعا عن الاستعدادات واستعدادات مصر ليها وباقي كمان البطولات أكيد المؤهلة خلال الشهور القادمة مع ضيفنا العزيز جدا كابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية. صباح الهنا يا كابتن. صباح الخير. نورنا يا فندم. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ومصر كلها بخير. سعداء بوجود حضرتك معانا وعندنا ملف مهم جدا هنستغل وجود حضرتك بقى معانا وتشريفك لينا النهارده بان احنا نفتحه ونعرف من حضرتك كل تفاصيله. بس نستأذنك نبتدي بحضرتك شخصيا بشخصك، وحضرتك بطل بارالمبي سابق في كرة الطايرة جلوس وليك انجازات كبيرة، فيعني لو نقدر نختصرها كتمهيد كده فتح كلام مش اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني طبعا الواحد بيبقى محرج ان هو يتكلم في حاجات زي كده. ده واقع حضرتك بتفر واقع وبتحكي لنا عن انجازات انت اللي حققتها. الحمد لله. انا كنت لاعب بارالمبي في منتخب مصر لكره الطايره من 86 85 كنت لعيب في منتخب مصر، واعتزلت شاركت في كل الاحداث الرياضيه في وقتها، شاركت كلاعب وكمدرب في عده دورات بارالمبيه 4 دورات بارالمبيه من 2 كلاعب و2 ما بين اداري ومدرب ومدير فريق، وحاليا انا عضو مجلس اداره وامين صندوق اللجنه البارالمبيه المصريه. يمتد نشاط البارالمبي ل 40 سنه ما شاء الله. 40 سنه في الرياضه البارالمبيه. ف
فعاصرت كل الاجيال، عاصرت انشاء اللجنه البرلمانيه نفسها، عاصرت لما كانت اتحاد، عاصرت يعني ايه كانوا 5 6 بس اللي بيلعبوا رياضه، وبعد كده وصلنا ل 10 او 12 الف بيلعبوا رياضه برلمانيه. رصدت الحدث ان رصدت ازاي الرياضه بتحول المعاق او ذوي الاعاقه من شخص مش قادر حد يستغل امكانياته لواحد النهارده عضو فاعل في المجتمع. ده كل اللي اقدر اقوله يعني. ده مش قليل ابدا. لا لا لا، عملت في مصر، كنت عملت اول بطوله افريقيه للكره الطايره، عملت اول فريق دخلت نشاط في الشركات، عملت اول بطوله عربيه الحمد لله يعني، ساهمت برضه بمجهود مع زمايلي كلهم، عملت اول انشات اول اتحاد مصري بارالمبي متخصص لكره الطايره جلوس في 2018 مع مجموعه من زمايلي من ذوي الاعاقه. يعني كنت صاحب فكره ان المعاق لا 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 شيء بدوننا، لا شيء يخصنا بدوننا، يعني لازم المعاق يخش ويتفاعل والنهارده تتيح له الفرصه ان هو يشتغل ودي لعبته ودي نشاطه ودي بيته ودي يعني كل 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 اعماله. جميل. انا بقى هاخد من كلام حضرتك برضو، لان انا وكريم مهتمين جدا بالملف ده. حضرتك قلت الموضوع كان متوقف زمان على 5 6 لعيبه بارالمبيين، دلوقتي عندنا بالالاف. معلش الطفره دي والنقله النوعيه دي ممكن نتكلم عنها بالتفصيل اكتر، ايه سبب النقله دي وايه سبب التالق بتاع ابطالنا البارالمبيين وايه اللي حصل عشان نوصل دلوقتي ان احنا عندنا الاف، واللي حصل اكتر كمان ان هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات الاكتر في اي اولمبياد او بارالمبيكس اصلا عن الاولمبياد، فيعني انتوا اصحاب الرصيد الاكبر، فدي قصه نجاح حقيقيه. خلينا نعرف يعني سريعا مع حضرتك سببها. احنا تقريبا احنا عملنا 184 ميداليه اولمبيه في تاريخ مصر كله اللي امتد من سنه 72. سر النقله او سر الانجاز دوت او سر ان يبقى في النهارده متفوقين في المكان ده هي جينات، والجينات دي امتدت لنا من حاجتين وهم اللي ساهموا في انشاء الرياضه البارالمبيه. اكتر مؤسستين منتظمين او فيهم نظام المؤسسه العسكريه والنادي الاهلي، ودي الله جديدة. بقى ودي ايوه جديدة. بقى المؤسسة العسكرية احنا بدأنا رياضه دي عارفينها يعني بتتكلم عن نفسها. الرياضه البارالمبيه بدأها الفريق انور عبد اللطيف سنه 72 بقرار من سياده الرئيس الله يرحمه انور السادات، وشاركنا في دوره هايدلبرج في المانيا في 72 باثنين او ثلاث لاعبين. 76 النادي الاهلي والمؤسسه العسكريه ساهموا في تمويل البعثه المسافه دوري تورنتو اللي احنا حققنا فيها 7 ميداليات. وكان الموضوع يقتصر على المصابين العسكريين. المصابين العسكريين دول باصرارهم انضم لهم بعض المعاقين من ذوي الاعاقه المدنيين، وابتدت الروح بقى تتنقل. انا رجل مصاب حرب، عندي اصرار، عندي عزيمه، عاوز احقق. ابتدت العزيمه دي تتنقل او الاصرار والتحدي والتحدي تتنقل من المصابين العسكريين للمدنيين العاديين. ابتدت بقى تمتد من اجيال لاجيال 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 لغايه لما وصلنا لهذا الكم. على ذكر العزيمه يا فندم، اي بطل رياضي في اي رياضه ايا كانت من ذوي القدرات الخاصه بطبيعه الحال عنده عزيمه وعنده صبر وعنده دأب وعنده قدره على مقاومه كل المعوقات الى اخره. وده مش بنتكلم فيه عن اللعيبه المصريين، بنتكلم على حتى مستوى العالم. يعني زي ما بيتقال بالبلدي كده، ربنا بيقطع من حته وبيوصل من حته. التفاصيل دي كلها موجوده عند اي بطل رياضي من ذوي القدرات الخاصه. ومع هذا البطل الرياضي من ذوي القدرات الخاصه المصري ليه خصوصيه شديده. وزهود كان بتقول حضرتك دايما يعني شويه ان دايما بترجعوا محملين بالميداليات، ودي حاجه حقيقيه في الوقت اللي كان فيه بعثات اولمبيه مصريه دايما مزينه بترجع لنا تمثيل يعني مزينه بعباره التمثيل المشرف، بترجعوا حضراتكم صحيح محملين بالميداليات وبالانجازات. فايه اللي بيدي لاصحاب القدرات الخاصه المصريين من الرياضيين تحديدا الخصوصيه الشديده دي والاختلاف عن نظرائهم من دول العالم الثاني؟ اقول لحضرتك، هو الفترات اللي زمان كان هو البطل الحقيقي هم هؤلاء اللاعبين. النهارده اللاعبين دول او الناس ذوي الاعاقه من الرياضيين هم كان بيحكمهم حاجه واحده، هو عاوز يثبت نفسه في المجتمع، هو عاوز يقول للناس انا موجود، هو عاوز النهارده بيكسر قيوده كلها ويقول انا موجود في ان انا عاوز احقق حاجه. الحاجات دي كلها كلنا بلا استثناء
كنا بنفكر نفسنا. انا فاكر في سنه من السنين انا جيت اختبارات النادي الاهلي وبعدين انا وزمايلي وجيت عشان العب كوره وانا راجل معاق. انا مش حاسس ان انا معاق خالص. اللي زارع فيا ان انا مش معاق هي والدتي ووالدي. فانا وجيت وحضرت التدريبات وكان في الجزيره والمدربين سابوني العب، فهم شايفيني واحد بيلعب، فانا اعتقدت ان هم معجبين بطريقه لعبي يعني. وبعدين اكتشفت بعد كده، ما اكتشفتش ان انا عندي اعاقه الا وانا عندي تقريبا في ثانويه عامه. وكنت بقول لزمايلي انا عاوز اخلص واخش كليه شرطه او كليه حربيه، وما كنتش متخيل خالص. فكانوا بيقولوا يمشي لغايه لما لعبت رياضه. بقى لما لعبت رياضه فهمت ان انا لابد اعرف امكانياتي. المعاق اللي بيلعب رياضه، الرياضه بالنسبه لنا هي بتخليك تحسسك انت امكانياتك ايه، انت تقدر تعمل ايه، انت واجهت نفسك بمشكلتك ايه. زي اللي عنده برد، زي اللي عنده مرض او اصابه بسيطه تمنعه من الحركه او هو عارف امكانياته بيتحرك على اساسها. الرياضه البطوله في رياضه ذوي الاعاقه هي ان هو ينزل يلعب وان هو ينزل يواجه المجتمع. ليس الميداليات. الميداليات بتيجي بالاجتهاد. المعاق بيجتهد وبيصابر وبيتمرن. ممكن يكون النهارده ما عندناش الماتيريال او العلم او اللي احنا نطور بيه رياضه المعاقين، اللي احنا دلوقتي حاليا كلجنه بربيه بنعمله. بنعمل اتفاقيه مع جمعيات او جامعات خارجيه ونقابه المهنه الرياضيه، وعاوزين نعمل ماتيريال خاص بالرياضه البارالمبيه هنا في مصر. قبل كده كان بيعتمد على وما زال على اصرار وعزيمه الابطال. ده السر الاساسي في ده. زائد النهارده اهتمام سياده الرئيس. اهتمام سياده الرئيس بالرياضه البارالمبيه او بالمعاقين عامه. صحيح. بعد قانون ذوي الاعاقه اللي هو افضل انجاز اتعمل في العشر سنين اللي فاتوا، صدور قانون ذوي الاعاقه، وان هو اتاح لنا النهارده الفرصه ان احنا بتعبر عن نفسك. سواء قانون كان موجود ولكن كان في مواد لا تطبق، هي دي مشكلتنا. احنا عندنا مواد ولكن لا تطبق فعليا على الارض، يعني احنا درسنا ده، بس ايه اللي ضاف من مواد كانت في خدمه ذوي الاعاقه وفادتهم على المستوى بقى او على الارض؟ هو مش لا يطبق. هو انا اقول هو فعل الاتفاقيه الدوليه اللي مصر ماضي عليها من سنه 2005. ما هو ده هو فعل اللي هي من 2000 وكام بقى؟ من 2005. وهو وحد المفهوم وموجود اسمهم ذوي الاعاقه. احنا قعدنا نمشي نقول، انا مش عارف اقول لحضرتك يعني، انا تم تعييني في احدى البنوك، ولما كنت فرحان بجواب التعيين وببص عليك اللي هو بعد ما رحت البيت وفرحان، لقيت مكتوب عليه عجز مؤهلين. ده اللفظ ده كان بيستخدم زمان. مكتوب ايه يا فندم؟ عجز مؤهلين. عجزه. قرار تعيين عجزه مؤهلين. بعد ذلك شال الكلام ده طبعا وتعامل وكل اهوت، وبعد كده وحدنا بقت ذوي الاعاقه. احنا لسنا ذوي قدرات خاصه، ولسنا ذوي همم، ولسنا احنا انسان، يعني انا انسان عادي خالص، او المعاقه عامه انسان عادي خالص. هل لفظ اعاقه افضل من ذوي همم؟ ذوي الاعاقه هي الاتفاقيه الدوليه اللي اتفق عليها الناس كلها. كمصطلح بالنسبه لحضراتكم تشمل افضل. تشمل الاعاقات الحركيه، الاعاقات الحسيه، الاعاقات الذهنيه. تمام. ما مش قدرات خاصه. انت هل من ضمن الحاجات اللي حضرتك لمست ان هي اتغيرت في الفتره الاخيره كمان النظره المجتمعيه لاصحاب القدرات الخاصه؟ الدليل ان في برامج حواريه بتيجي بتجيب من ذوي الاعاقه بيظهروا وبيتكلموا. شال الخجل من ذوي الاعاقه ان هو يواجه الناس، وانتوا نفسكم ابتديتوا تحسوا الاعلاميين والمجتمع ابتدى يحس ان في ناس عامله حاجه، في طبعا. ناس متميزين، في ناس متفوقين، فابتدى الروح بقى في هات وخد، وبقينا النهارده بتعرف مشكلتي وانا بعرف اتكلم حتى اراك يعني زي ما بيقولوا. فهو هو الموضوع دوت اختلف. في مجال الرياضه سياده الوزير دكتور اشرف صبحي صح عمل مجهود غير عادي، الراجل ما بيبخلش علينا باي حاجه طبعا بتوجيهات من سياده الرئيس، وده بصراحه دي حاجه بقت حاجه كويسه جدا. الاعلام ابتدى يهتم بينا واهتم بينا باهتمام كبير شويه، طبعا ننتظر المزيد. احنا عندنا ابطال عالميين. انتوا تستحقوا المزيد بالفعل. عاوزين برضو نحط مبدا اجتهد اشتغل ليك حقوق وليك واجبات. مش عاوز طول الوقت النهارده انا بطل انا بطل انا بطل، لازم اجتهد. ده اللي احنا بنعمله كلجنه بارالمبيه مع لعيبتنا. طيب خلينا نتكلم عن الحقوق. تمام. وبعدين هنيجي للواجبات، والواجبات اللي هو الميداليات اللي هتترجى ميداليات في باريس ان شاء الله 2024. الحقوق هنا اكيد انا بتكلم في دخل رقم واحد،
حاجه سالري كده حتى ولو كانت رمزيه، بتكلم في جايزه قيمتها قد ايه تحديدا سواء على المستوى العالمي او المحلي. بتكلم رقم ثلاثه في نقطه حضرتك ذكرتها، وهي فكره ان هم باقل الامكانيات، لو انا قارنت نفسي بالعالم هم ما عندهمش تقريبا، نكاد نكون بلا امكانيات ولكن بروح مظبوط. بس وعزيمه. ايه الامكانيات اللي تنقصنا وتنقصنا ليه؟ وهل لحد دلوقتي الوزاره مع اهتمام سياده الرئيس مش قادره توفر الامكانيات دي لسبب ما، ولا احنا شغالين في البروسيس؟ يعني خلينا نفهم الرؤيه من حضرتك. هو دلوقتي احنا عارفه هو سؤال صعب. لا مش صعب. طب الحمد لله الاجابه موجوده يعني. طيب رائع جدا. لا هو النهارده الفتره اللي فاتت ديت احنا مجلس ادارتنا جاي من 2022 او 2022 حطينا استراتيجي، والاستراتيجي ديت بنهتم بكذا حاجه. بنهتم بالمنظومه نفسها، بنهتم باللاعبين، بنهتم بالحكام، بنهتم بالمدربين. كويس. من ضمن اهتمامنا باللاعبين احنا من الوسط البارالمبي، او انا كنت لاعب زيهم وانا عارف مشاكلهم. صحيح. انا عارف النهارده مشكله اللاعب البارالمبي هي حاجتين، هي النهارده مكان تدريب وده تغلبنا عليه وبقينا بنعمل معسكرات طويله. الحاجه الثانيه عندنا الناحيه الماديه، ما هو برضو اللاعبين بتوعنا دول هم الكبر، دول هم برضو اصحاب بيوت واصحاب ومحتاجين ليهم متطلبات منهم واحتياجات، منهم المتزوج ومنهم الاب والام. ضاعفنا البدلات بتاعتهم، احنا كلجنه بارالمبيه ضاعفنا بدلاتهم، وان شاء الله في طريقنا للمزيد ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وفرنا لهم معسكرات الفترات دي كلها بالنسبه لفرقه في اثقال، العاب القوى، السباحه، كلها معسكرات داخليه فعلا. معسكرات داخليه ولا معسكرات خارجيه فعلا الفتره اللي فاتت دي. عملنا حاجه ما كانتش موجوده من 2012، ما كانتش موجوده، ما كانتش تعمل، ما كانش عندنا ولا بطوله دوليه اتنظمت في مصر. عملنا دلوقتي بقت عندنا سلسله بطولات بتنظم، كاس العالم بقت مؤهله للبطولات العالميه والاولمبياد الفتره اللي فاتت دي كلها، عملنا اربع بطولات دوليه. ابتدينا نعمل حاجه تانية ان احنا بناهل ذوي الاعاقه، حطيناهم كلهم معظم اللاعبين المعتزلين اللي هو بننتقي منهم الناس بقى نحطهم جوه الاجهزه، وده حقهم. طب النهارده الخبرات الكبيره دي، واحد بيلعب بقاله 40 سنه ازاي النهارده ما يبقاش هو الاكفأ جهاز. اصلا هو الاكفأ، هو عارف، هو فاهم. فابتدينا نقول والله النهارده الإتاحة ليهم في أماكن التدريب بتاعتهم، الإتاحة ليهم مش مكانية وبس، إتاحة أن أنت تديهم فرصة أن هو يشتغل. فكل ده إحنا بنعمله عشان إحنا موجودين، عشان خدمة إخواتنا وأولادنا واللي إحنا منهم. البدلات بعد مضاعفتها قربت شوية للمنطق. شوف هو السؤال على الاستحياء ده، احنا مش عايزين نسمع رقم يعني ولا ايه الدنيا؟ بما اني امين الصندوق، الابتسامه دي قالت الاجابه خلاص. بما اني امين الصندوق وبما اني من ذوي الاعاقه نفسهم، انا بقول لحضرتك ان شاء الله بنعمل للمزيد. احنا بنحس الناس ان هم عاوزين شركات رعايه كتير، انت عارف الرياضه مكلفه. احنا عاوزين النهارده كل ما يجي لنا دخل اكبر، كل ما ان شاء الله هنزود لعبتنا. ولكن انا بقول لحضرتك منين ما بنطلب اي مبالغ بتجي لنا من الوزاره. هي مصادر الدخل فقط وزاره الشباب والرياضه؟ لا، والرعايه. يعني والرعايه. والرعايه. الرعايه ده اللي هي بتبقى جايه في شكل دونيشنز ولا شكل ايه؟ هي بتجي لنا من بعض الشركات ولا ليهم حقوق عندنا، بيظهروا عندنا في البطولات وبيظهروا في كسبونسرشيب وحاجات زي كده. فدي حاجات زي ده، في بعض برضه اللي هي حاجات بتيجي سي اس ار كده للاعبين يعني. تمام. طب احنا دلوقتي يعني يتقال علينا على مشارف الدوره البارالمبيه الجديده باريس 2024، حضراتكم في اللجنه بتستعدوا ازاي بقى لهذا الحدث الضخم؟ عندنا معسكرات قائمه، عندنا بطولات بنشارك بيها الفترات اللي فاتت ديت سواء جوه مصر او بابا مصر. الفتره اللي جايه ان شاء الله من بعد ان شاء الله اخر محطه تاهيل، اللي هي التاهيل اللي انت تبقى عارف كام لاعب تاهل من شهر 3 او تقريبا في اخر 3، تبقى عارف بالظبط انت عارف كام لاعب اتاهل بالظبط. واحنا بالمناسبه لغايه دلوقتي انا عارف حضرتك بتقول لسه في شويه وقت، بس حتى اللحظه في كام لاعب مؤهلين؟ هو المتوقع لغايه دلوقتي هتبقى اكبر بعثه بارالمبيه حوالي 120 فرد الفتره اللي جايه ان شاء الله، مقارنه باخر نسخه، باخر حاجه كانت حوالي 50 لعيب 60 لعيب. طب رائع جدا. فعندنا العاب جماعيه تاهلت، عندنا العاب فرديه ان شاء الله في رفع الاثقال، في العاب القوى والسباحه والتجديف والتايكوندو، ده اللي عامل النشاط كويس جدا. اكتر رياضات بقى من حضرتك تفضلت بذكرهم دول يعني ايه ميدالياتهم محسومه الى حد كبير؟ ميداليات ان شاء الله بنسبه كبيره، رفع الاثقال ان شاء الله نتوقع ميداليات، ميداليات كويسه دايما كده، لان هم محققين تقريبا 48% من الميداليات البارالمبيه اللي اتحققت، 48% من هذه الميداليات من فوق ال 90 ميداليه.
عندنا تايكوندو ان شاء الله متوقع له، عندنا ان شاء الله نتوقع حاجه في العاب القوى، نتوقع ان شاء الله حاجه في تنس الطاوله. حماتو هيبقى مشارك ولا لا؟ حماتو ده اسطوره، ده اسطوره الحقيقه والله فعلا. ده حماتو دوت ان شاء الله هيبقى موجود ان شاء الله، وهو الراجل بيطلب بالاسم مش لمصر بس، تسويق الدورات البارالمبيه بس بقى ايقونه، مش مجرد لاعب استثنائي، ده ايقونه. ده هو بيطلب يعني بالاسم. يعني انا كان ليا شرف ان انا يمكن يشهد على ذلك الدكتور علاء مشرف، انا اللي جبت له الفيديو بتاعه، قلت له في واحد عندنا كده، فخده وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي ساعتها، وعرضوا على رئيس الاتحاد الدولي، وراجل في الاتحاد الدولي الاسوياء. أيوة. وخدوه بقى هو ايقونه وابتدوا، وكان من خلال النادي الاهلي برضه. يعني انا فاكر اللقاء ده عرضنا بتاع جوه النادي الاهلي، ده الكلام ده سنه 2012 او 13 حاجه زي كده. لا هو لاعب فعلا زي ما حضرتك قلت اسطوره، واعتقد لازم يتم تكريمه كمان بشكل كبير جدا في الفترات اللي جايه، لان فعلا حاجه العالم كله كان بيستمتع وهو بيشاهدها. يعني انا فاكره الصحافه الاجنبيه قد ايه، وهو كان بيلعب في الفينال كان الناس كلها متابعه يعني، ومثل بتالي برضو طلع في كام مشهد بعد كده في افلام. لا هو بجد لازم نفتخر بيه يعني، يا ريت لو معانا صوره ليه برضو الناس تشوفه يعني. حماته لا ما شاء الله، انا ما شفتش اعتقدش في نموذج كده كابتن عماد في عندنا العالم. عندنا حماته ده لا في بابا، بس حماته هو يعني هو بمواصفات مواصفات واصرار وتحدي واحد في العالم كله زي حماته ما فيش. طب لان شفت بلاد كتير وشفت نماذج زيه كتير، بس مش زيه، هو بيعمل كل حاجه لنفسه وحماسي جدا. انا فاكره لما كان معانا على التليفون تقريبا من 3 سنين او سنتين ونص، كان بيتكلم اللي هو سعيد جدا وعنده امل كبير جدا ولسه عنده طموحات كبيره. هو سنه كام تقريبا؟ فوق 50 ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يوفقه فعلا يعني. بس حاجه ما شاء الله، انا فخور ان انا ليه عندنا ناس رفع اثقال جامدين جدا. عندنا الاسطوره فاطمه عمر، عندنا فاطمه برضو كلمناها قبل كده، عندنا رحاب الجيل الجديد، عندنا فاطمه محروس، عندنا ناديه فكري، عندنا هاني عبد الهادي، عندنا نماذج كلها مشرفه طبعا، نماذج كلها كبيره يعني. ما انتوا عاملين عظمه يعني، كلمه يعني بليغه قوي في حقكم يعني. انتوا فعلا عاملين عظمه، بتمنى لكم المزيد منها والمزيد من النجاحات ان شاء الله، وموفقين في البارالمبياد اللي جايه. وبنشكرك على وجودك معانا النهارده، واتمنى النادي الاهلي زي ما هو ساهم في اول تمويل للرياضه البارالمبيه، اتمنى ان انتوا تبقوا معانا كلوز قوي بقى الفتره اللي جايه في استعداداتنا ان شاء الله، هنفرحكم ونفرح مصر ان شاء الله. نورتنا كابتن عماد بالتوفيق، واكيد هنتابع مع حضراتكم كمان الملف ده في الفترات القادمه. هنروح فاصل ونرجع عشان نتكلم بقى على ملف كره القدم والمنتخب، اكيد خليكم معانا. تم كل حضراتكم من جديد. عندنا بقى في الفقره دي كلام كتير هنتكلمه في الكوره، وخصوصا طبعا عن منتخب مصر اللي هيخوض النهارده ان شاء الله مباراه وديه قدام منتخب تنزانيا في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2024 اللي طبعا هتستضيفها كوت ديفوار في ابتداء من يوم 13 يناير إن شاء الله. هنفتح هذا الملف مع ضيفنا المنورنا الأستاذ كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الفل وكل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب يا كريم. صباح الخير. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير لكل جماهير الأهلي وكل جماهير الكرة في مصر، كل مصر. كل سنة طيبين. كل سنة طيب. وأخواتنا المسيحيين عياد، و سنة سعيدة إن شاء الله على مصر كلها، وخير إن شاء الله تبقى أحسن من السنوات اللي ماضية، ويا رب تبقى سنة سعيدة على الكرة المصرية سواء على مستوى النادي الأهلي أو المنتخب. عايز أقول لك أنا وأنا السنة متفائل. 2024 لا 2024 من السنوات مش تتكرر تاني، كم أحداث رياضية كتير قوي بصراحة سواء للأندية والمنتخبات، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يا رب نحقق فيها انجازات. خليني ابدا معاك كده، وطبعا احنا كنا مع بعض في ابو ظبي وتقابلنا هناك في الماتش طبعا من الزملاء اللي قابلتهم هناك. مباراه كانت حلوه وكان فيها شده كده في النص، بس الحمد لله يعني التتويج كان اكثر من رائع ومشينا مبسوطين، دي اهم حاجه. وكنت بتكلم مع كريم في اللقطه اللي انت تحس بجد لو بتحضر مباراه للنادي الاهلي انت في مصر في استاد القاهره، في اي دوله كانت هتحس جوه الاستاد ان انت في مصر، من كم المصريين اللي بيبقوا متواجدين في كل، والاهلاويه طبعا يكونوا
متواجدين في العالم كله يعني. لقطه كانت حلوه. اه طبعا. وبصي وعايز اقول لك كمان فكره امانه، احنا لما بنروح نلعب مبارياتنا في دوله الامارات والله بكل امانه انت بتحسي ان احنا رايحين استاد القاهره. صح. يعني الناس هناك بصراحه يعني التعامل والتنظيم في معنا وكل بصراحه حاجة. فعلا يعني ناس من اجمل ناس بتعاملي معاهم على المستوى الشخصي. دي حقيقة. وكمان بصراحه الدنيا هناك كمان عارفه حلاوه الماتش كمان. اه طبعا يعني كان في شد عصبي بس حلاوه الماتش ان هو ادى البطوله اثاره. بعد اول يوم كان الدنيا كانت هاديه شويه. فامانه برده فكره برده ان انا بشوفها خطوه جيده اتحاد الكره المصري ان هو ينظم بطولات خارج مصر عشان صحيح. المغتربين يعني زي ما بتبص لها في بعض الناس تبدا تبص لها لا على فكره برضه ما هو برضه في مصريين عايزين يشوفوا لعيبتهم وعايزين يشوفوا فرقهم وعايزين يشوفوا انديتهم بيلعبوا هناك. واعتقد كمان بصراحه برضه عايز اشيد بالروح اللي كان عند الاربع فرق بصراحه يعني كان التمثيل كان جيد بالنسبه للكره المصريه وان الماتش الفاينل بصراحه كان واخد هذا الكم من الزخم والاثاره بعيدا طبعا الحمد لله هي كان في ثاني يعني عارفه الاهلي متقدم 2-0 هوب. اه ما ده اللي بقوله يعني الواحد كان ضامن الواعد مريح ومرتاح بس صحيح. يعني بس ده كان نقله الحمد لله الماتش انتهى نهايه سعيده بالظبط يعني تليق باسمه وتاريخ النادي الاهلي وكفيله باسعاد جمهوره. تعالى بقى نروح شويه عن المنتخب. نعم. واحنا بنتكلم على نسخه قويه جدا من امم افريقيا وبنتكلم على منتخبات تقايل القاره كلهم موجودين وبالذات كمان المنتخبات اللي بتحمل عده اسماء من اهم لاعبي الدول دي في دوريات اوروبيه مختلفه. نعم. فتوقعاتك ايه؟ شايف النسخه دي عامله ازاي؟ احنا فين من اللي حاصل في المنتخبات اللي هنقابلها ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ تمام. بص اكيد طبعا منذ تحول كاس الامم الافريقيه يعني الشكل الحالي اللي احنا شايفينه ببطوله من 24 منتخب هنا شكل البطوله بيختلف. طبعا هو بيسهل في وجهه نظري الشخصيه بدا يسهل عليك شويه موضوع التاهل من دور المجموعات. خلاص دور المجموعات بقى الدنيا هاديه شويه ما فيهاش نفس التنافسيه الشديده اللي كانت في نسخه ال 16 فريق او في نسخه ال 8 فريق زمان في التسعينات. طيب لكن برضو هي ليها شكل انعكاسي من حته ثانيه ان انت بتبدا النوك اوت من دور 16 8 سيمي فاينل فاينل. فعشان توصل للفاينل انت بتلعب ثلاث مباريات. ثلاث مباريات بتوع النوك اوت دول بيبقوا ضغط عصبي طبعا. شديد زي ما شفنا مثلا البطوله الماضيه احنا في دور ال 16 لعبنا كوت ديفوار منتخب قوي جدا بسبب ايه؟ بسبب ان احنا طلعنا وصيف. فبالتالي ايه الدرس اللي نتعلمه؟ احنا لعبنا بطولتين 24 اول بطوله 19 عندنا هنا في مصر خرجنا من دور ال 16 من جنوب افريقيا كانت مفاجاه غريبه جدا. البطوله اللي بعديها قدرنا نتجاوز الامر وعدينا كوت ديفوار بركلات ترجيح المغرب وقت اضافي كاميرون ركلات ترجيح وخسرنا من السنغال ساعتها ركلات ترجيح. فالدرس المهم ان انت لازم من دور المجموعات ما تبداش فول كاباسيتي تبدا تاخد الموضوع ستيب حتى يعني اسف لو اللعيبه نفسها متحمسين لاخر درجه لازم المدير الفني والجهاز الفني يبطئ. هنلعب تدريجي مش هنطلع فول باور زي اللي طلع بالعربيه. ما تطلعش جاري لا اطلع واحده واحده. ليه؟ انك هتيجي وتاني تارجت انك تطلع متصدر. لازم. ليه؟ عشان تلعب الوصيف بيتكعبل بعديها هتطلع لا قدر الله وصيف تبدا تخبط في حد جامد وتلعب ماتشات قويه ورا بعض. طيب خليني برضو اروح معاك شويه كده ونتكلم فنيات. نعم. انا وكريم كنا في الانترو بنتكلم ان احنا يعني غياب سنين طويله جدا وحزينه هي 13 سنه حزينه يعني. نعم. حقيقي والله منتخبات عدتك ومنتخبات كانت بعيده جدا فنيا بقت في حته ثانيه اعتمدت كمان على يعني الكوادر المحليه بتاعتها وانت لسه عندك شويه تخبط. خلينا نقول الصوره بشفافيه اوكي مش هنطلع نجمل. انت لسه عندك تخبط. لا. اجيب مدير فني محلي ولا اجنبي؟ طب لو اجنبي مدرسه منين؟ طب هو انا عندي المحترفين اعتمد عليهم ولا اعتمد على المحليين؟ في لسه تذبذب بشكل كبير عندك في المنتخب بتحاول دلوقتي وبتشوف ان يعني اولى الخطوات. انا يمكن النسخه دي من النسخ اللي اقدر اقول اول مره اتفائل بان ممكن يحصل نتيجه على الارض فيها اختلاف وتكون اختلاف باجابه يعني او بايجابيه. هل انت معايا في الرؤيه دي ولا انت شايف ان احنا برضو هناخد لان انت نفس الفكر بنفس الاسلوب هتاخد نفس النتيجه؟ خليني يعني اشرح ببساطه اللي انت قلتيه للساده المشاهدين هنفنط اللي انت قلتيه ببساطه. حلو. واحد روي فيتوريا
على المستوى الفني مدير فني كلاس A. حلو جدا عشان نقفل الحته دي خالص. يبقى انا كده كمدير فني انا مختار الاختيار اختيار ممتاز من الناحيه الفنيه، مدير فني ممتاز، تكتيك ممتاز، ادارته للمباريات ممتاز. الكلام ده معناه ان انت مش هترجع بعد كده كجماهير تقول اختيار كان غير جيد. لا 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 خلاص، يبقى احنا كده متفقين من الناحيه الفنيه طبعا. اختيار فني جيد جدا جدا جدا. النقطه بقى هنا ان المدير الفني للمنتخب لازم نخلي بالنا زي ما بنبص له من الحته الفنيه بنبص له بشكل قوي من الحته الاداريه. ليه؟ لان الحته الاداريه مهمه قوي. مدير فني منتخب، مدير فني منتخب يعني هوان بيشتغل في السنه تقريبا ماكسيمم 4 أو 5 شهور ماكسيمم عملي، في 7 شهور يفترض ان هو بيشتغلهم نظري بس محدش بيشوفه، واستعدادات وتجهيزات. لان النهارده مدير فني كريم للمنتخب غير مدير فني للنادي. أيوة النادي يوميا في النادي بيطور اللعيبه، بيشتغل على المشاكل، بيصحح، بيجيب لعيبه، يعني عنده شغل يومي. مدير فني المنتخب لا، ده تاسك مختلف تماما. صحيح. مدير فني المنتخب لازم يبقى واخد باله وهو بيختار، بيختار افضل العناصر، لان هو مدير فني المنتخب مثلا يعني ما عندوش مساحه للتجربه. طبعا المفروض هو بيتابع الدوري كويس قوي وبيختار من قاعده كبيره. المفروض المدير الفني للنادي هو عنده 30، النادي بيجي يقول له والله دول ال 30 لاعب اللي انا ماضي معاهم عقود، لو سمحت طورهم لي. حتى لو انا جبت لك واحد ما بيعرفش يلعب، من مسؤوليتك ومش جوب ديسكريبشن بتاعك ان انت تطور اللعيب ده. مدير فني المنتخب لا، مدير فني المنتخب انت عندك قاعده عريضه كبيره جدا، انت بقى اللي تختار. طبعا. فيفترض ان انت بتختار افضل العناصر. طيب. نكمل بقى نقطه من كلامنا هواند، واتفق معاها جدا 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 في اللي قالته، وبشوف فيتوريا بصراحه. فيتوريا من ساعة ما تولى مسؤولية منتخب مصر ما بيحبش يخوض تجربة قوية، مش ملعبش ماتشات جامدة مع منتخبات كلاس A في القارة باستثناء تونس والجزائر. في ناس شايفة في ناس شايفة ده نقيصة، في ناس عندها تحفظ على ده. هو وحش طبعا. طبعا 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 أكيد مليون في المية. أنا ما ينفعش النهاردة مثلا، يعني في وجهة نظري الشخصية اروح كاس امم مثلا، النهارده هنلعب تنزانيا. اوكي تنزانيا في مجموعه المغرب، منتخب اكيد له احترام وكل شيء، بس دايما في الرياضه بشكل عام مش الكوره بس، دايما يقول لك دايما نافس الكويس عشان واحد تقف انت واقف فين. طبعا. اتنين كمان تتحسن من اخطاء، المهم جدا فضل الاعداد يا كريم على فكره، مش انك تطلع افضل ما عندك، مهم جدا فضل الاعداد انك تطلع المشاكل اللي عندك. انا افتكر كابتن جوهري الله يرحمه كان عنده اسلوب وعنده سياسه انا كنت بشوفها ناجحه جدا، مع انه كان بيتهاجم كتير قوي. كان يجي قبل كل كاس امم يلعبها، هوب نلاقيه بيضرب تصريحات، يا كابتن جوهري هنطلع 13 يا جماعه، يا كابتن جوهري ده البطوله كلها 16 هنطلع 13، ويروح يكسب. هو بيعمل ايه؟ هو واحد بيبدا يركز على النواقص. كنت مره والله بتكلم مع صحفي جزائري قبل، كان هو حاضر البطوله بتاعه 98، بيقول لي ساعتها مصر لعبت الجزائر ماتش ودي هنا في استاد القاهره قبل البطوله بحوالي 10 ايام، الجزائر كسبت مصر هنا في مصر 2-1. بيقول لي بص ضحكتوا علينا. لذيذ قوي والله. قلت له ضحكنا عليك كتير. اه والله. قال لي احنا بعد الماتش ده قلنا هنروح احنا كاس الامم نكسبها، احنا كسبانين مصر، وكان منتخب مصر كان منتخب قوي. مصر راحت خدت البطوله ومنتخب الجزائر خرج من دور المجموعات. فاللي عايز اقوله مهم، انا بشوف يعني هو طبعا فيتوريا حر في اسلوب ادارته للفريق، بس انا بشوف المهم جدا جدا انت دايما تحط اللعيبه. انا بلاعب منتخبات كبيره، بلاعب منتخبات كبيره ليه؟ هتيجي في الرسمي احنا هنبدا اول مره نلعب رسمي. لما تحطه في هذا الضغط العصبي الشديد ساعات بيبقى في حاله كده من ايه، عدم الاتزان او هو خلي بالك روي فيتوريا مضغوط من الجماهير برضو، ما هو بيعمل كده عشان الاستراتيجي دي. يمكن الله يرحمه طبعا كابتن جوهري ما كانش يفرق معاه قوي الضغط الجماهيري، هو قال لك انا صحيح. ودي كانت معروفه عنه وكان صح، وكان يهتم بالانتقالات خالص، عشان كده النتائج كانت في الاخر رائعه. لكن صحيح. فعلا ممكن يكون فيتوريا مضغوط فبنضطر ان هو يسلك كده، رغم فعلا ان الاصح ان هو ما يضغطش اللعيبه غير في الماتشات المهمه. بس في حاجه بقى يعني انا وكريم برضو اتكلمنا فيها، هي فكره يا كريم انت عندك لعيبه كتيره جدا من الاهلي هتنافسها مع منتخباتها. دي نقطه مهمه طبعا. تعالى نبتدي بمعلول. نعم طبعا. ونشوف دلوقتي معاك ومع المشاهدين برضو التدريب الاخير للمنتخب التونسي،
والحقيقه دايما لعيبه النادي الاهلي بتبقى محط الانظار بطبيعه الحال. وهنشوف كمان اليو ديانج كمان شويه بالمناسبه في تدريب منتخب مالي. نعم. فبرضه توقعاتك ايه لتالق لعيبه النادي الاهلي اللي بيشاركوا مع منتخبات بلادهم بقى؟ خليني يعني في النقطه دي نقول رقم مهم جدا جدا جدا، ورقم يعني يبين قد ايه النادي الاهلي مش بس مؤثر في الرياضه المصريه بس، يعني بكله. النادي الاهلي هو تاني اكبر نادي في افريقيا بعد سان داونز تقديما للاعبين في كاس الامم الافريقيه بعدد 9 لاعبين. عدد مش قليل، 9 لعيبه يعني. سان داونز مقدم 10، وده برضه ورينا يعني. الاهلي وسان داونز بقوا دلوقتي في افريقيا يعني ايه محور كره القدم بقى محصور في الاسمين دول دايما في البطولات، اهلي سان داونز، سان داونز اهلي، اهلي سان داونز. فطبعا النادي الاهلي اكيد كعادته بيقدم 9 لعيبه للمنتخبات المختلفه في كاس الامم الافريقيه مش بس منتخب مصر. اكيد طبعا ده بيورينا البراند بتاع النادي الاهلي في السنوات الاخيره. النهارده بقى محطوط مع مش يعني اعتقد يعني تعدى المساحه القاريه خلاص يعني. الاهلي ربما في فترات قبل كده كنا بنقف عند افريقيا، لكن دلوقتي بنشوف انشيلوتي. زي ما بيتقال الاهلي وسان داونز افريقيا بيتقال الاهلي وريال مدريد عالميا. برافو عليك، بالظبط. النادي الاهلي النهارده بقى البراند يعني على السوشيال ميديا. كلم واحد بيحب الكوره في البرازيل، قول له تعرف ايه عن الكوره في افريقيا؟ الاهلي. انفانتينو سنويا بتلاقي له فيديو يعني الراجل طلع وهو بيحب. خلي بالك والله على المستوى الشخصي يعني المجموعه الزملاء الصحفيين زملائنا يعني اللي شغالين مع في دايره انفانتينو في المنطقه العربيه كلهم يقول لك لا انفانتينو فعلا يحب لما يعمل فيديو، يحب يعمل فيديو للنادي الاهلي. هو بيشوف الزخم بيشوف ان الفيديو بتاعه بكل امانه هو لو عمل فيديو لاي نادي اوروبي على فكره مش هيجي له نفس الزخم على السوشيال ميديا او ما بيعمل. احنا شفنا طبعا الفيديو الاخير لانفانتينو لما عمل مهنا النادي الاهلي بالمشاركه في النسخه الاولى من مونديال الانديه الجديد بقى اللي هو هيبقى في امريكا ان شاء الله 32 فريق، فعمل زخم كبير جدا. فده بيورينا النادي الاهلي النهارده كبراند بقى واصل طبعا نقطة اكبر من مساحه التنافس القاري. انا عندي نقطه عايزه اخد رايك فيها. نعم اتفضلي. فكره هنا ان دايما بيبقى فيه انتقادات للمدير الفني في اختياره للسكواد، تيجي اوقات تسمع ده دايما على مدار السنوات كتير جدا، هو انت ما خدتش فلان ليه؟ هو انت واخد اصلا فلان ليه؟ ويبتدوا كمان يتدخلوا في التغييرات، كل ده بنشوفه ومشروع في العالم كله، بس يمكن عندنا شويه الموضوع بيبقى سيريس زياده او بياخد محمل جد زياده عن اللزوم، وبالتالي بيؤثر شويه على فعلا اختيارات المديرين الفنيين سواء بقى محلي او اجنبي. انت بتشوف ده ازاي؟ الابتسامه دي وراها ايه؟ انا بحب البرنامج ده عشان الاسئله بتاعته والله العظيم. طب دي حاجة تساعدنا على فكرة والله جدا. بصي ده واحد من أهم الأسئلة اللي عايزين نجاوبها للسادة المشاهدين، وهو بكل أمانة هو سؤال كل جماهير الكورة بتسأله وبتتمنى أي برنامج إنه يسأل السؤال ده. طيب نحط مبادئ عشان ما نرجعلهاش في الجدال. واحد، أي مدير فني لنادي أو منتخب حر 100% في اختيار القائمة التي تضم الأفراد والعناصر اللي هو من وجهه نظره شايف انها تحقق له نجاح. هو اللي هيتحاسب عليها. 100% من حقنا كاعلام وكجماهير ننتقد اختيارات الشخص او نشيد بيها، ومن حقنا بعد ما نخلص التجربه اللي احنا بنقيمه فيها نقول له تعالى بقى حضرتك عملت 1 2 3 4 5 6 هنحاسبك بقى اللي انت عملته. الاثنين مش متداخلين مع بعض، يعني ما حدش يقول مثلا ايه، على فكره يا جماعه انتوا بعد المدير الفني ما يختار القايمه ما حدش عقل، يعني ما حدش ما نشتغلش يعني؟ بجد والله ما نشتغلش. انت عايز تعترض عشان تشتغل؟ بجد ما نشتغلش يعني؟ شغلي اعترض. لا هو من حقه ان هو يختار 100% طبعا، ده حقه سواء كان مدرب نادي او مدرب منتخب. بس ما بتشوفش ان ده بيؤثر ربما في بعض الاحيان سلبا على المنتخب او على النادي؟ بتسالي لعيبه نهو. انا انت بحكم تجربتك ايه ما بيؤثرش؟ ده اي رياضي، بص اي رياضي مش الكوره بس، اي رياضي في الدنيا يوم ما يطلع يقول على فكره انا قريت تصريح او قريت نقد بتاع واثر فيا، ما ينفعش تلعب منتخب مصر اصلا. انت ضعيف. حلوه النقطه دي. ما ينفعش لو اللعيب نفسه قال انا اتضغطت بسبب ان استاذه نهاوند طلعت في برنامج اعلامي وانتقدتني قبل الماتش،
حضرتك انا اسف من الله بجد ما ينفعش. بس بنشوف ردود افعالهم لما مثلا بقى حد منهم بيحرز جول معين بيكون متعرض لانتقادات قبل كده، بيطلع يعبر عن فرحته باسلوب معين اللي هو مثلا في النادي. بتحصل برضه، بس بتحصل في المنتخب. لا لا بتحصل بعض لاعب المنتخب ده. ما هو هاجي بقى النقطه اللي قلتها لكريم في الاول ان اختيار العناصر اللي تمثل المنتخب ده ما بتختارش بس يعني مثلا ممكن كان بصراحه ساعات مدير فني يقول لك ايه انا هختار فلان مش هختار علام مش هختار فنيات، لا عشان خاطر يوم ما هقعده على الدكه مش هعطر مش هيبرطه. يبقى هنا الاختيار نفسي ومعنوي واداري مش اختيار فني. اللي ممكن يقول على فكره يا كابتن اللي انت اختار اللي انت استبعدته ده احسن اصلا او ممكن يوازي صحيح المستوى اللي انت مش المفروض يبقى المعيار والمقياس اللي بموجبه بتختار لاعب من عدمه هو الفنيات؟ مش شرط بس لا طبعا في المنتخبات لا ممكن يجيها كريم مثلا يعني مثلا زي ما انت مثلا ممكن تيجي مثلا تختار تيم الاعداد بتاعك فتقول لا والله انا عندي مثلا عايز حد يكون مش مثير للمشاكل في النهارده لعيبه مثلا كل امان ترفض ان هي تقعد دك في المنتخبات ليه؟ هو بيقول لك ايه اللي هيلعب اساسي ده مثلا هو مثلا في الفريق بينافس الفريق بتاعي انا ما اقعدلوش احتياطي ودايما في تجربه سابقه معاه لما جينا اخترناه في تجمع مثلا عمل مشاكل فساعتها المدير الفني يقول لك لا على فكره هنا هيبقى هو زي التفاحه الفاسده لو انا جبته هو طبعا جامد كل شيء بس لو جبته هيفسد لي الهدوء بتاع المعسكر ودي بطولات مباراه. بس مغلقة. هو يقدر يفسد في ظل وجود مدير فني ذو شخصيه قويه يعني مهما كان عنده من تفاح فاسد هو يقدر يسيطر عليه. لا بس انت النهارده خلي بالك انت النهارده بتعمل مثلا البطوله دي بطوله مغلقه بتتلعب في مده وقت معين تمام؟ اي مشكله بتحصل فيها على طول هتلاقي الميديا دي هنا تاثر بقى فعلا هنا دي تاثر وهنا من جوده المدير الفني انه ما يبصش للامر من الناحيه الفنيه فقط لازم يبص من الناحيه الاداريه والانضباطيه انا النهارده عايز وفي نقطه مهمه تاني هل انا كمان العنصر ده انا محتاجه كاساسي ولو كنت محتاجه بقى كاساسي لان هو لاعب استثنائي برغم ان هو مشاغب لازم بقى هيقعد معاه ما هي دي النقطه بتاعت المدير الفني المنتخب انت معاك فتره على فكره في السنه طويله انت بتشتغل مش كل ما بتشتغلش بالظبط بصراحه انت كل اللي بتعمله انك بتروح المباريات تتفرج ومعاك تيم طبعا بيساعدك بيديك ريبورتس وكل حاجه انت بتشتغل وهي دي بقى خطوره الشغلانه بتيجي فجاه تلاقي كل الدنيا مركزه عليك انت فواحد لازم تبقى مدير فني يتحمل الضغوطات معلش مع كامل احترامي النهارده المدير الفني المنتخب برضه ما انت بتاخد مبلغ وقدره فلازم تستحمل الطبيعه بتاعت الشغلانه فهي الجميل في السؤال نهاوند ان هو بيوضح لنا الازمه اللي احنا عمالين نتكلم فيها لا احنا عايزين نحط مبادئ عشان ما نقعدش كل شويه نرجع لها وتاني من حق الجمهور من حق الميديا انه يحاسب المدير الفني على او يشيد يعني سواء ايجابي او سلبي ايه تاني شايفه ان هو يعد من ضمن الازمات اللي لازم نذللها ولازم نتغلب عليها بسرعه في المنتخب طريقه اللعب واحده من النقط اللي هنرجع الحته اللي قلتها في الاول احنا لعبنا ماتشين كلاس اي مع فيتوريا الماتش الاول مع منتخب تونس هنا في مصر ايوه اتغلبنا 3-1 وكانت مباراه سيئه جدا 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 على الناحيه الفنيه كان المبرر من وكان هو مبرر انا ارفضه وانا اهو في قناه النادي الاهلي برفضه ان اتقال ساعتها اصل النادي الاهلي لعبته ما جاتش ده ما ينفعش طبعا ما ينفعش تتحجج النهارده ان منتخب مصر بسبب غياب بعض اللاعبين وكان غياب مبرر طبعا ان انت تقول انا اقدم هذا المستوى السيء خصوصا كمان انك لعبت المباراه دي للمحترفين وكمان انا اسف يعني تونس ما كانش عندها السكواد نقدر نقول عليه يعني سكواد قوي للدرجه اللي يخليهم يكسبون 3-1 طيب المباراه الثانيه لعبنا الجزائر والجزائر مش في افضل حالاتها زي مثلا نسخه 2014 او 2019 المنتخب الجزائري حاليا مش بنفس القوه دي بس اللي اتفرج على المباراه برده كان عندنا مشاكل كتيره وايه المنتخب الجزائري لو تعرف كان في طرد بس برده احنا في ماتشات الكلاس ايه ما كسبناش بالظبط طيب بالزبط. واحد نقطه بيبص على التكتيك واضح جدا 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 هنرجع لنفس النقطه مين اللي هيدافع مكان محمد صلاح السؤال ده بنساله من ايام هيكتور كوبر ان محمد صلاح في المنتخب ماكسيمم مش هيرجع غير لغايه نص الملعب فلازم هو يفكر هل انا هضطر ان انا احط لعيب ديفندر ثالث في نص الملعب عشان اديله واجبات ويغطي في المساحه اللي ورا محمد صلاح ولا هاجي بعض الاحيان ارحل محمد صلاح لمركز المهاجم الصريح او المهاجم الوهمي وانزل واحد مكانه في الجبهه اليمنى عشان امن بس ساعتها هخسر مصطفى محمد النهارده كان راس حربه قوي فهي حسابات
هو لازم يخلي باله من دي النقطه دي كويس قوي قوي، اللي هي دي النقطه اللي احنا كل سنه نقعد نتكلم عليها. طيب قبل ما نسيب النقطة دي عشان نكون لميناها أو كلمنا عنها من كل الزوايا، برضو هرجع ليه قصة السرعة في الحكم. بمعنى أنا فهمت وجهة نظرك وردك كان رائع جدا، يعني اقتنعت بيه إلى حد كبير، لكن الشق الآخر اللي ما أعتقدش أن أنا هقتنع بيه يا كريم هو فكرة المحاسبة بالقطعة. يعني وكلمنا أنا وإنت في ده قبل كده، أجي ألعب مباراة كويسة، الله روي فيتوريا ده روعة، الله ده كيروش ده روعة، الله ده كوبر ده وهكذا، وهكذا ينطبق على اللعيب. ومباراة بعدها كان الأداء سيء مثلا، ده لازم يمشي، ده مين اللي اختاره، ده لازم اتحاد الكرة يتحاسب. الحكم بالقطعة ده شيء لا منطقي ولا فيه فكرة بقى هنا، يعني مش هقول بس مش منطق، لا هو ما فيهوش إدراك أصلا، أنت بتحكم بعاطفة بس. فده هل بتشوفه برضو إيجابي ومسموح به ولا لا مبالغة ولازم تقل، مش هقول تنتهي بس تقل على الأقل؟ طيب لو وجهة النظر اللي أنت بتقوليها دي خارجة من الجمهور، الجمهور لا يحاسب، الجمهور في العموم لا يحاسب، لا يحاسب حتى وان كان الحديث ده يؤثر سلبا على اللعيبه. اصل لما نيجي نقول كلمه جمهور مين هنكلم؟ مين؟ مش هلاقي حد يكلمه. انا عايز اكلم حد ممثل. مش هلاقي حد لا 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 يعني انت بتعمل مطلب عام اصلا. يعني لا حرام يبقى في ذبح برضه. يعني الجمهور هو له المساحه الكامله ان يقول وجهه نظره في المنصة اللي هو عايز، يعني هذا المكان على السوشيال ميديا كل ما الى حد كبير او حتى بشكل مباشر لما بيقابلوا لعيبه، يعني بتحصل برضه. بس في الاخر ستيل هو جمهور. تمام. طيب الاعلام المحترفين من المحللين والنقاد الرياضيين، لا هنا الامر مختلف. هو اصلا اعلاميا ومهنيا ما ينفعش يحاسب حد بالقطعه ولا على النادي واي حد مارس رياضه او لبس شورت في حياته. اصلا ما فيش حاجه اسمها مساحه انك بتحاسب اللعيب او المدرب او اللاعب بالماتش. ده امر اصلا مش عقلاني ولا يدل على احترافيه اللي بيعمل. وللاسف موجود. ما ينفعش لو انت النهارده في الخانه اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب الحاجه الثانيه مثلا اهو، لما انا جيت قلت لك ان منتخب مصر ما لعبش مباريات مع فيتوريا كلاس ايه، انا هنا بتكلم على حقبه من الزمن، ما بتكلمش على شهر او شهرين، لان فيتوريا بقاله معانا فتره مش قليله. فبالتالي هنا عملنا ايه؟ احنا هنا جمعنا يعني عدد من الارقام وعدد من الاحصائيات فلقينا هذا الشكل. وقلت انا حتى حتى الان يعني انا ضفتها مع كلامك. فهنا تخيل عفوا احنا اول يعني اول مباراه هنبدا نقول ماتش غانا. تخيلي ومدرب غانا طبعا كل شويه تصريحاته طلع الراجل فاتح صدره قوي قوي، فاهم قصدي؟ وايه ويعني وشايل سيفه فعلا زي ما بيقول. ما عندك 13 سنه انت مش موجود برضو حقه الراجل حقيقي يعني. لا اصله في حته، لا ما هو النقطه مهمه قوي. نقطه ان انت لازم تبقي واخده بالك، يعني منتخبات في اوروبا كان عندهم مثلا يجوا كده فتره يقول لك لا لازم الاعب كلاس ايه. واحد عشان التصنيف بتاعي، خلي بالك التصنيف حتى المباريات الوديه الفيفا بيحسب الحسبه بتاعته في التصنيف الشهري بقوه المباراه. انت كنت بتلعب فريق مين؟ يعني انا مثلا اقول مثلا ايه، انا عندي اربع مباريات وديه هلعبهم كلهم مع كلاس دي وسي، اوكي انت حر، لكن النقاط اللي هتحصل عليها ممكن منتخب تاني يحصل عليها من مباراه واحده طبعا مع كلاس ايه. فاللي عايز اقوله هي دي النقطه، احنا ليه بنقولها او بنثرها؟ عشان نبقى واخدين بالنا من حته، لا احنا الاعلام او انا على المستوى الشخصي برضو انا مش مسؤول عن غيري، انا على المستوى الشخصي طبعا لا يصح ان انا احاسب حد بالقطعه او اقفله على الواحده عشان ما يحسش ان في تربص. ولكن من حق الاعلام ومن حق النقاد والصحفيين لما يلاقوا ان في رقم اتجمع بقاله فتره نقول لا يا جماعه لازم نخلي بالنا. يعني ده فتره بقى، ده مش قطعه. يجب على اتحاد الكوره ومسؤول اتحاد الكوره والمسؤولين عن المنتخب ان هو ما ياخدش الموضوع لسكه الشخصنه عشان هو شايف ان في نقد. لازم تكبر النقص. صحيح. ولازم صحيح. الاتحاد الرسمي للعبه يسمح كمان للناس، لا قولوا ارائكم ومفيش مشكله طالما انك بتقول بادب وبطريقه عقلانيه شويه. جميل. طيب خلينا يعني برضو نقف معاك شويه عند تفصيله كده. اكيد اكيد اي منتخب في الدنيا بيعتمد الى حد بعيد على اللعيبه الدوليه بتاعته، لعيبه المحترفين بره. وفكره ان هم خلاص متعودين على ان هم يلعبوا تقايل العالم مع فرقهم المحترمه اللي هم بيشاركوا من خلالها في دوريات الاهم على مستوى العالم، اكيد مش محتاجين نتكلم عن اهميتهم. ولكن الى اي درجه يعني فكره ان انت جايب لعيبه مصريين
انا بكلمك على منتخبنا احنا طبعا. أيوة. عندك حد بيلعب في الدوري الالماني، حد بيلعب في الدوري الانجليزي، في الدوري الفرنسي، في الدوري التركي، الدوري السعودي الى اخره. في لوجودهم اكيد فايده فظيعه، لكن في ناس تانية ممكن تشوف ان اللعيبه دول مش بيقابلوا بعض غير كل فين وفين في ماتشات ما للمنتخب، فبالتالي ممكن يبقوا مفتقدين الهارموني. هم عندهم من الاحترافيه ما كفاهم ان هم يلعبوا اصلا في الدوريات المهمه اللي بيلعبوا فيها، ولكن انهي الافيد بالنسبه لك، 5 لعيبه دوليين بيلعبوا في دوريات مختلفه، ولا يكونوا الخمسه دول محليين وعلى مستوى عالي وفي ما بينهم هارموني؟ سؤال جميل جدا. اساس اجابته في وجهه نظري السؤال ده كان بيتسال في التسعينات كتير. بسبب ايه؟ بسبب ان اسلوب اللعب المحلي كان فيه جاب وفجوه عن اسلوب اللعب الخارجي. طب. يعني مثلا الفجوه ما بين الكره المصريه في التسعينات وحتى الكوره في افريقيا كانت فجوه كبيره جدا، لان احنا مش مطلعين. واوروبا النهارده بسبب السوشيال ميديا، بسبب الانترنت، بسبب اليوتيوب، بسبب وسائل كتيره جدا، خلت مثلا لعيب الكره الصغير يتفرج على فيديوهات صحيح. من بره ويتعلم، فالموضوع بقى بسيط وسهل. فدلوقتي اعتقد بقى الهارموني اكتر من زمان. انا يؤسفنا ان احنا نقطع استرسالك للاسف الشديد، لان احنا خلاص وقتنا انتهى، وكمان لازم نطلع عشان الاذان، فيا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا يا كريم، شكرا يا كريم جدا، نورتنا وقراءه مختلفه كالعاده. شكرا ليك جدا، نشكر حضراتكم. هنروح دلوقتي بقى مش فاصل، هنروح نتابع الاذان ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.